ثلاثة ديبس اوف ذا نيدل بانفليشن. حمدي اقفل المايك بتاعك يا حمدي. شباب معلش يعني انا متضايق اصلا من الدفعه لان حضوركم مش كويس، الانتراكشن بتاعكم مش قد كده، فمن فضلكم على الاقل في الحضور نبقى مركزين، ما نقعدش دلع. كمل يا كريم، كمل depths يا of كيمو. the ايه needle penetration and increasing the depths of needle penetration permits the reagent to reach the inaccessible area apically. تسلم يا كيمو. يعني ايه يا ولاد؟ احنا دلوقتي قلنا كذا حاجه، هي كذا فاكتور هيأثر على الاريجنت او على البروبرتي بتاعت الاريجنت او على الانتر اكشن بتاع الاريجنت. الاريجيشن ده هينفعني ولا لا؟ قلنا الفيسكوزيتي يبقى عامل زي العسل ولا عامل زي الميه؟ قلنا زي السيرفس تنشن يبقى عامل زي الميركري البئبق ولا يبقى عامل زي الكحول؟ قلنا الديبس اوف نيدل بنتريشن يعني النيدل بتاعتي انا حاططها في اول الكلال، المفروض ان انا الارجن ده انا بغسل بيه الكلال، بمسك ابره بحط فيه الارجن بتاعي وبتلي السن بتاعها عشان اعرف ادخله جوه الكلال. انا ممكن السن بتاع الابره ده يبقى واقف على الاورفيس او واقف بره الكلال في الكورونال كافيتي، او ممكن انزل بيه لحد الابيكال وان ثيرد. فكل ما يزيد الديبس اوف بنتريشن كل ما بيزيد او بيزيد امكانيه الارجنت انها توصل لكل الرامفيكيشن. بس انا عندي مشكله، احط النيدل احشرها ازقها لحد ما تنزلق جوه الكلال؟ لا الكلام ده ما ينفعش. بحط النيدل بتاعتي جوه الكلال بحطها لوس. يعني ايه؟ يعني توصل للفول وركينج لينث او توصل لحد ما تخش جوه الكلال، ما اخليهاش تتحشر، اسحبها نص نص سنتي او حاجه. وبعد كده وانا بشتغل بالنيدل بتاعتي ما نفضلش الاند فيندنج، نفضل السايد فيندنج اللي هنتكلم عنها كمان شويه. كمل يا كريم. الفوليوم والفريكونسي اوف سوليوشن. The frequency of irrigation should increase as instrumentation approach the apical constriction and an appropriate volume of irrigation is at least 1 to 2 milliliter each time the canal is flushed. تسلم يا حبيبي، تسلم يا كيمو. اقفل المايك بتاعك. شكرا يا كريم. كل ما بنستخدم الارجنت اكتر عفوا حبيبي، كل ما بنستخدم الاريجيشن اكتر، كل ما بيوصل اكتر في الكنال، كل ما بيخش في الرامفيكيشن اكتر، كل ما الارجنت بتاعي يقعد جوه الكنال، كل ما بيقدر يعمل الشغلانه بتاعته. شغلانه الارجنت ايه؟ حاجات كتير، اهم حاجه منها انه بكتيري سايدل او بكتيري ستاتيك على حسب النوع اللي بيستخدمه. في سؤال يا ولاد كنا سألناه من كام محاضرة، لما قلت لك لو عملت اكسس وميكانيكال واوبتوريشن كويس جدا يبقى انا نظفت كام في المية من الكنال؟ الفايل بتاعي يقدر يلمس كام في المية من الكنال سيستم؟ واتفقنا انه حوالي 40%. طب بقية ال 60% او 70% دي هنظفها ازاي؟ اتفقنا ان انا عشان انظفها انا بستخدم الارجي. طيب الاريجيشن يقعد قد ايه في الكنال؟ قلنا قبل كده ان في ناس قدرت تعمل من الاكسس للميكانيكال حتى لو ايفن فور كانالز خمس او 7 دقائق. طب 5 او 7 دقائق دي تكفي لتنظيف الكلال سيستم؟ لا طبعا. فانا محتاج الاريجنت الاريجيشن يبقى يقعد جوه الكلال سيستم لحوالي ثلث ساعه. انا الاريجنت كل ما يكتر، كل ما يقعد جوه الكلال وقت اكتر، كل ما يفيدني، لانه بيموت البكتيريا، لانه بيقدر يخش جوه الرامفيكيشن، بيقدر يخش جوه الدنتينال تيوب. هنيجي كمان شوية هنتكلم في الحاجات دي بالتفصيل. محمود حمدي اللي فتح المايك من شوية، أنا فتحت لك المايك يا محمود. اقرأ معايا الـ ideal requirement of root canal irrigation. أنا سامعك يا حمدي. تيشو سولفنت يعني إيه يا ولاد؟ يعني أنا أحب أستخدم irrigation يدوب الصف تيشو والنكراتيك تيشو اللي جوه الكلام. تقريبا اللي عندنا بيعمل الموضوع دوت الصوديوم هيبو كلورايد الكلور. هو يعني لما هنمشي قدام شويه هنلاقي الايديال او الجولد بالارجن بتاعنا هو الصوديوم هيبو كلورايد، مع ان عنده مشاكل كتير. تيشو سولفنت للفايتال تيشو والنكراتيك تيشو. كمل. في هوا في المايك، ابعد المايك شوية عن بقك يا حبيبي.
حلو قوي. يبقى انا عايز الارجل بتاعي السولفنت يجوب الفيش اللي جوه الكنال ويعمل لوبليكيشن. الفايل بتاعي ما يبقاش داخل في الكنال على الناشف. لو الفايل داخل في الكنال على الناشف يتحشر، ينكسر، يعمل ليدج. لما يبقى في لوبليكيشن، يعني الماده انا بستخدمها تبقى صوبي شويه عامله زي الصابون، فاللوبليكيشن ده يخلي الفايل يخش بسهوله، يقطع بسهوله في الكنال، ما ينكسرش ما يتحشرش. كمل يا حبيبي. حلو قوي. انا عندي، عارفين ايه الفرق بين بكتيريو ستاتيك وبكتيريو سايدل؟ بكتيريو سايدل يعني بيموت، بيموت البكتيريا. بكتيريو ستاتيك يعني يعمل لها تثبيط او كمون، يخليها في ستاتيك ستيت مش اكتيف ستيت. فانا الارجنت اللي انا استخدمه احبه كمان يكون يموت البكتيريا، يبقى غير انه بيدوب التشو وبيعمل لوبليكيشن، يموت البكتيريا اللي جوه الكلال سيستم. كمل يا حبيبي. ودي مش موجودة في الصوديوم هايبوكلورايد. ايه الاسمين لير دي يا ولاد؟ انا الدنتين وول، الدنتين وول عندي الانر سيرفيس بتاع الكنال، هي مش حيطة موس، لا هي حيطة مخرمة فيها دنتينال تيفيولز كتير، وفوقيها في طبقة عاملة زي الجبس او عاملة زي الاسمنت، قافلة على مسدد دنتينال تيفيولز. الطبقة دي شوية دبري على شوية سلايفا على شوية بكتيريا على شوية بروتين، اسمها السمير لاير. الطبقة دي احنا، انت مش أول مرة تسمع عنها، انت أكيد سمعت عنها في الأوبت، لأن برضو السمير لاير بتقابلك في الأوبت وبتعمل لك مشاكل. فأنا عايز الأوريجن بتاعي يا سلام لو يشيل السمير لاير. للأسف يعني كل اللي فاتوا دي هنلاقيهم في الكلور إلا اللي يشيل السمير لاير. السمير لاير مش هنلاقيها في الصوديوم هايبوكلورايت. كمل يا حمد. طبعا دي مش موجوده في الصوديوم هايبوكلورايت. الصوديوم هايبوكلورايت اريتنت، الاريتيشن بتاعته عاليه جدا. كمل. ودي موجوده في الكلور طبعا. بليتشنج افكت، دي موجوده في الكلور. انا ليه بقول الكلور يا ولاد؟ لان الصوديوم هايبوكلورايت هو واحد من احسن الارجنت لحد النهارده، ولكن احنا بنحاول ندور له على بديل. تسلم يا حمدي، اقفل المايك بتاعك. لان مع انه كويس جدا بس فيه عيوب. يعني هو لحد النهارده كل ابحاثنا بنقارن بالصوديوم هايبوكلورايد. الصوديوم هايبوكلورايد على قائمه فوق، وبعد كده نبدا نقارن معاه. الصوديوم هايبوكلورايد بيقدر يديزولف الفايتال والنيكروتيك تيشو. بكتيريوسايدال بيموت البكتيريا تمام وبيعمل لوبليكيشن للكلام، ولكن ميزته هو عيبه. يعني هو بيدوب السوفت تيشو، بيتذوب النكراتك تيشو، ولو عدى من الايبكس يعمل مشكله كبيره، يعمل حاجه اسمها الهايبوكلورايد اكسس. من صفات الكلور، احنا هنتكلم على الكلورين اكسس دي كمان شويه بالتفصيل. الكلورين اكسس دي مهمه يا اولاد، وبجيبها في امتحان. الدكتور العلاج البذور المحترم بيقابل الكلورين اكسس مره او مرتين في الشهر. خطيره وشكلها يخض وترهب، ولكن المفروض تكون عارفها وبتعرف تتعامل معاها كويس. لو قدرت احط الكلورين، الصوديوم هايبوكلورايد، جوه حمام ميه زي ما انا شايف، حمام ميه دافيه زي ما انا شايف هنا، دي الابر السرنجات فيها كلور وبتتحط في دفايه في حمام ميه دافيه توصل درجه حرارته 60. ده بيعلي الافشنسي بتاعه، بيخلي انه يخليه يدوب التيشو بشكل اقوى بشكل احسن. انا عايزك تبقى عارف الكلور زي ايدك، زي صوابع ايدك، تبقى عارف البروبرتي بتاعته زي ايدك، زي كف ايدك. احنا بنستخدم الكلور ليه كذا كونسنتريشن. لو بتطلعه من العلبه بتاعته وتجيبه لما تشتريه من عند الراجل البياع، مش لازم وانت بتجيب الصوديوم هايبوكلورايد عشان تستخدمه في الاريجيشن تروح تجيبه من الدنتال ستور. انت ممكن تجيب الصوديوم هايبوكلورايد من السوبر ماركت العادي، الكلورين العادي، الازازه البيضاء الغامقه دي. صوديوم هايبوكلورايد لما بنجيبه من الازازه تركيزه بيبقى 5.5 5 وربع، اللي هو 5.25. اكتر من كده ال 80 و 90% ده بيستخدم في الحروب. 80 و 90% ده اللي بيستخدم في الحروب الكيماويه، ده سلاح. فاللي موجود عندنا اللي بنستخدمه احنا في الماركت
5.25 ده الفول كونسنتريشن، نقدر نشتغل بيه. يعني انت تقدر تاخده من العلبه بتاعته تشتغل بيه، ولكن مش في كل الحالات. في بعض الحالات بيبقى عندي مشاكل، لو عندي اوبن ايبك ما اقدرش استخدم فول كونسنتريشن، لو عندي عيان عنده سابقه ان هو عنده مشاكل مع الصوديوم هايبوكلورايد، عنده حساسيه من الصوديوم هايبوكلورايد ما اقدرش استخدم فول كونسنتريشن. فعشان كده بقى عندنا كذا كذا ليفل، عندنا الفول كونسنتريشن اللي هو 5.25، وعندنا الاثنين ونص اللي هو نص الخمسه ونص، وعندنا واحد وربع. واحد وربع ده اقل كونسنتريشن بنستخدمه في حالات الريفاسكولايزيشن، حالات الريجنريشن. ولكن الواحد وربع ضعيف مش قوي، فبنزود التايم. يعني انا لو هقلل التركيز هزود التايم شويه. وعندنا الاثنين ونص ده الشائع او المعظم للكاتب. الصوديوم هايبوكلورايت فيه مشكلة، حساس للنور، الضوء يبوظه. لو اتساب مفتوح دقيقتين وما يبقاش اكتف يبقى ان اكتف. فلازم دايما لما اشتغل بالكلور اشتغل بفريش ميكس. هخففه او هستخدمه زي ما هو لازم يكون فريش ميكس. لازم اكون واخد الصوديوم هايبوكلورايت دلوقتي من الكونتينر الكبير المقفول. لو اخدت بالك الكونتينر الكبير المقفول بتاع الصوديوم هايبوكلورايد لونه ابيض، ما ينفعش تبقى ازازه شفافه. لو ازازه شفافه الضوء هيتفاعل معاه فيضعفه، يخلي البوتنسي بتاعته قوته ما تبقاش، ما يبقاش قوي، يبقى ضعيف، بعد كده عامل زي الميه ما يبقاش في استخدام. عشان كده حتى انت لما بتشتغل بكلور بتاخد شويه صغيرين في الكوبايه من تحت، وبعد لما بتخلص بترميه، ما بترجعوش تاني في العلبة بتاعته، لأنه في العلبة الأساسية، لأنه بيفقد قوته، بيفقد التركيز بتاعه، يفقد تركيزه كل قد إيه؟ كل دقيقتين. علشان كده لو أنا هعمل إريجيشن لازم الإريجنت كل شوية يتجدد، لازم كل شوية يبقى عندي فريش ماك الإبرة، أعمل إريجيشن وأشيل الإريجنت، أعمل إريجيشن وأشيل الإريجنت، لأنه تلت ساعة مش تلت ساعة نفس الميكس جوه الكلال يعمل الافكت بتاعه، لا لازم كل شويه اعمل اريجيشن عشان اجدد الاريجيشن بتاعي. دي حاجه من الحاجات. قلنا ان الكلور لو عدى من الايبكس لا قدر الله بيعمل مشكله. المشكله دي ليها كذا اسم، صوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت، كلورين اكسيدنت، هايبوكلورايد اكسيدنت، ليها اسامي كتير. علاماتها كالاتي: اولا هي بتحصل ليه؟ بتحصل لان الكلور خرج من الايبكس، عدى الايبيكال فورامين. فزي ما قلنا ان ميزه الكلور انه بيدوب الصاف تيشو، بيدوب النكراتك تيشو، هو برضه لو عدى من الاكس هيقطع في الانتستيشن. انا بعمل اريجيشن ودي دايما بتحصل في الفاينل فلاش. يعني انا بعد ما خلصت ميكانيكال بريباريشن الكلام حلوه، انا بقى ايه عايز اخدم العيان، يعني ايه عايز ابقى مطمن لسودي، فاقوم عامل فاينل فلاش او فاينل فلاش اريجيشن بالكلور. فالكلور ممكن يعدي مني من الايبكس، يعدي مني لو انا الابره بتاعتي زالقها في الكلال، يعدي مني لو الابره بتاعتي انفنتد اللي هو اللي بنجيبها من الصيدليه العاديه، الابره اللي لما تدوس تخرج السوليوشن من اخرها. عشان كده احنا بنحب نستخدم في الاريفيشن ابره نهايتها مسدوده والخرم بتاعها من الجنب، بنسميها السايد فنت. لو حشرت النيدل بتاعتي جوه الكلال ممكن الارجنت يخرج بره، لو اوبن ايبكس ممكن الارجنت يخرج بره، لو ماسك النيدل بتاعتي انفنتد ممكن الارجنت بتاعي يخرج بره. عشان كده انا بعمل اريجيشن، انا بحب ادخل النيدل بتاعتي اسمتها زي كان ديب، ادخلها جوه الكلال على قد ما اقدر عشان الاريجيشن يوصل كل مكان بس ما يبقاش محشور. ولاد لو حد فصل مني او بتكلم بسرعه يوقفني، لو في اي حاجه واقفه معاك في وسط الكلام وقفني. الكلام ده مهم. اعرف ازاي ان لا قدر الله حصل كلورين اكسيدنت؟ انا بعمل اريجيشن وانت بتعمل دلوقتي حالا، مش العيان يروح ويشتكي، لا دلوقتي حالا وانت بتعمل اريجيشن العيان يورم. انت بتحط الاريجيشن تلاقي خد العيان بيورم قدامك، والعيان حاسس بالم رهيب وبينزل نزيف من الضرس، بينزل بليدنج كتير جدا من الضرس. وفي بعض الاوقات العيان يقول لك انا حاسس بطعم مر في زوري، او لو حد عارف الكلور يقول لك انا حاسس بطعم الكلور في زوري. العيان وشه هيورم، هيحس بألم شديد،
ويخر الضرس تلاقيه او السنه اللي انت شغال عليها تلاقيه بينزل منها الجديد، ويحصل دلوقتي حالا. خد بالك العام ممكن يورم بعد لما يروح، العام ممكن يورم وانت بتشتغل، العام ممكن يجي لك ورم. لازم تبقى عارف الورم امتى. انا حاطط النيدل وبحط الارجنت، العام بيورم مني دلوقتي حالا، بيورم وبيحمر، وبعد كذا يوم وبعد يوم او يومين الحمران ده، لان ده بليدنج، الانترستيشال تيشو اتقطعت فبدا يبقى في بليدنج. البليدنج الاول بيبقى لونه احمر، وبعد كده بيبتدي اللون يتغير لحد ما يبقى بني احمر يزرق، بعد الازرق يروح لاحمر غامق او بني او اسود زي بقى ما عينك ما هتشوف، اللي هو الهيم اللي بيحصل في الدم، اللي هو تخثر الدم، يبتدي الدم لونه يتغير. يبقى معايا احمد عاطف ولاد الصورة دي احنا جايبينها من الكتاب، واللي انا عارفه ان الست دي ماتت، يعني الست دي ما استحملتش، كان عليها الاكشن كانت شديدة، وانا فاكر ان الست دي الحالة دي كانت دي الصورة دي من الكتاب. يعني قول يا دكتور اللي رفع ايده. مع حضرتك يا دكتور، لو سمحت يا دكتور، هو ده الاكسيدنت ده بيحصل بس مع الكلور ولا اي لا نوع من كلور، انواع اسمه الاريجيشن؟ كلورين اكسيدنت، صوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت، ده بتاع الكلور، لان في ورم هنشوف كذا انواع من الورم ليهم اسباب مختلفه، ممكن يبقى انفيزيما، سيرجيكال انفيزيما، ممكن يبقى انفكشن، ممكن يبقى كلور، ده بتاع الكلور بس. اقرا بقى معايا اسمك ايه؟ أنا اسمي محمد اسم، رجائي. اقرا يا رجائي معايا. صوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت، دي تو صوديوم هايبوكلورايد ايميكال هايدروكلورايد، اكسكلوجن، تمام. ساين اند سيمتوم سيفير بين، رقم واحد. رقم اتنين، إديما سوفت تيشو أو الليب، بليدينج روت كانال انترستيشيال. البليدنج ده بيجي من جوه الروت كانال. سببه ايه؟ سببه ان الكلور الصوديوم هايبوكلورايد قطع التيشو، فده انترستيشال بليدنج. كمل يا حبيبي. ايكوموزس ايكيموزز، يعني ايه ايكيموزز؟ الجلد التيشو شكلها لونها هيتغير، سببه الايكيموز اللي هو المنظر اللي انت شايفه على وش العيانه بالصوره اللي قدامك. الايكيموزز ده سببه ايه؟ سببه ان بيبقى فيه هيموريد بليدنج تحت السكن وتحت الميكوز. العام ممكن يقول لك في كلورين تيست، ممكن بعد كذا يوم يحصل سكندري انفكشن، وفي بعض الحالات ممكن يحصل ريفرسبل او ايريفرسبل انستيزيا او باراستيزيا. يعني العام بعد شويه بعد كام يوم يقول لك انا منمل الحته دي منمل. تمام؟ تمام. مين لي تمام. الكيس دي يا ولاد؟ تسلم يا رجائي، صح؟ تمام. تسلم يا رجائي. ايه في المايك؟ عايز اسال حاجه تاني؟ رجائي عايز تسأل حاجة تاني؟ شكرا يا دكتور. ماشي حبيبي قلبي، اقفل المايك بتاعك. طيب دي ممكن نشوفها ماكسيلري مانديبلر، بس نشوفها أكتر ماكسيلري، لأن الماكسيلري بول هو كانسلس، هو هي عظمة طرية، عظمة علشان هي عظمة طرية سبونجي كانسلس بول، فالإنفكشن يجري فيها بسرعة، الهيلينج فيها يبقى سريع، والعظمة ضعيفة فممكن تتكسر، ممكن تتكسر بسهوله. عشان كده حتى يقول لك ممكن واحد وهو بيخلع الايد يكسر المجزري التوبلوزي، لان العظمه طريه، وفي نفس الوقت علشان هي عظمه طريه فممكن يحصل سبريد انفكشن. ولكن احنا ممكن نشوفها مجزري ومانديبلري، نشوفها اكتر مجزري علشان خاطر التكتشر بتاعت البول. طيب نعالج الحاله دي ازاي؟ لو عاجبك، لو انا شفت عيان وانا بغسله وانا بعمل له اريجيشن لقيت وشه ورم وبليدنج والعيان امتين، وانا اوقف طبعا، هشيل الابره من بق العيان وهقوم العيان. لو العيان كان نايم 45 درجه هقومه خليه 90 درجه، بقى قاعد كانه قاعد 90 درجه، فانا بساعد ان الجرافيك دي تنزل معايا الارجن، تنزل الكلور من السنين. اهدي العيان، اطمنه، افهمه اللي حصل ايه، اقول له دي حاجه حاله بتحصل يعني وارده، مش حاجه مصيبه يعني، بنشوفها مرات كتير ما تقلقش، هنتعامل معاها. العيان انتين اديله بين كيلر او اديله انستيزيا، كل ما مشكله اعالجها. يعني في بين هديله انالجيزيا، ممكن اديله لوكال انستيزيا، ممكن اديله نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج عشان خاطر الانفلاميشن والبين.
لو لا قدر الله في شكل الانفكشن ده من اول يوم من ثاني او ثالث يوم، وكان في مضاد حيوي، لو في حساسيه بديله انتي هيستامينكس، لازم اشوفه كل يوم لانه بيحصل دراماتيك تشينج. العيان اول يوم يبقى احمر، خده احمر وارم، ثاني يوم بيبتدي يزرق، ثالث يوم بيبتدي يبقى بني، وممكن في بعض الاوقات يفستل، تحصل فستل، حتى العيان يقول لك انا اتسويت. فلازم اشوفه كل يوم او يوم بعد يوم. اول 24 ساعه اخليه مضمض مضمضه بارده، سوري، اول 24 ساعه اخليه مضمض مضمضه دافيه، وبعد 24 ساعه يمضمض مضمضه بارده. الحاله دي بتتشاف كتير، فما تخضش لما تشوفها، حاول ما تقعش فيها. عشان ما تقعش فيها ما تعملش اريجيشن، فورسد اريجيشن، يعني وانت بتحط الاريجنت ما تبقاش تحطه اندر بريشر. فهتعمل اريجيشن، حاول ما تستخدمش النيدل الاند فينتد، استخدم النيدل السايد فينتد. لحد النهارده احسن اريجنت الصوديوم هايبوكلورايد، احنا بندور على اريجيشن ثانيه احسن منه، بس لحد النهارده هو احسن اريجنت عندنا. عبد الرحمن ناصر رجعت ولا لا؟ عبد الرحمن ناصر رجعت، انا فتحت لك المايك. قولوا له ان انا جيت عليه. عبود اتنين او، تقرا معايا يا عبود؟ عبود، معاك يا دوك. ايوه تعالى يا حبيبي، اقرا معايا يا حبيبي. مانجمنت ايوه، انفورم ذا بيشنت اند ريأشور هيم. يعني ايه؟ يعني اقول للعيان اللي فيه واطمنه، اهديه، لان يعني مهم قوي السيطره على البيشنت، مهم قوي يا اولاد السايكوثيرابي، مهم قوي السايكوسيديشن. العام بتاعك لازم يبقى مقتنع بيك وانت بتشتغل له، لازم تبقى مسيطر على العيان، قلق العيان ورهبته 50 او 70% من المشكله. كمل يا حبيبي. Control pain, local anesthesia and analgesics. تمام. Extra اكسترا اورال oral سولت cold كومبريشن compresses. ده هعملها اول 24 ساعه، بعد ال 24 ساعه الاولانيه، ثاني 24 ساعه ابدا استخدم كمداد دفع. كمل Non-steroidal حبيبي. anti-inflammatory drugs. حلو. After دكتور 24 hours, warm compresses and mouth rinse. تمام، Daily recall for monitor. دي مهمة أوي، لازم أشوفه كل يوم أو يوم بعد يوم. لو اتأخرت يوم، لو ما شفتهوش يوم بعد يوم، هتحصل المشكلة. العيان بيحصل فيه دراماتيك تشينج، العيان بيفقد ثقته في الطبيب، العيان بيحس إن الدكتور عمل فيه بلوى ورماه في الشارع، مع إن المشكلة سهلة. المشكلة تحتوى، ولكن عايزة منك شوية يعني ثبات انفعالي وحكمة. كمل يا حبيبي. Antibiotics in case of secondary infection. وانتي هيستامينكس لو العيان احتاجه. بالنسبة للكورتيكوستيرويد الناس اختلفت. كورتيكوستيرويدز عامة ليها مدارس مختلفة، في مدرسة ويند ومدرسة اجانب. كمل يا حبيبي. ريجيشن Irrigation with saline or chloroxidine. تمام. وفي بعض الحالات Hospitalization worst case scenario. Hospitalization in worst case scenario. تسلم يا حبيبي، في المايك بتاعك. في بعض دكتور الحالات ممكن يخش المستشفى، لو في بعض الحالات بيجي له ليدنج، يعني في بعض الحالات العيان ممكن يبقى الايروي بتاعه مقفول، تبقى طوارئ، لازم يخش فيها المستشفى. فانا بقول لك دي مشكله سهله علاجها، الكنترول عليها لو انت ما تخبطش، لو الدكتور ارتبك تحصل المشكله. طيب دكتور، قول يا حبيبي. دكتور هي الـ signs و symptoms ديت بتروح في قد إيه مثلا بتاعة الـ اسبوع hypochlorotics؟ أسبوع؟ اسبوع ثلاث ايام اسبوع، على حسب العيان وعلى حسب الليفل. يعني انت طب ممكن يكون المشكله بالنسبه له العيان حاسس بلسع ولا ورم ولا حصل فيه اي حاجه، عيان تاني ورم شويه، عيان تاني بوشه ضرب، عيان تاني حصل فيستولا، يعني حصل تاكل انفكشن والانفكشن خرم وشه لبره، على حسب الكيس. فهي يعني يقول من ثلاث ايام لاسبوع 10 ايام، الدنيا كلها بتبقى ريزولف، بس لازم تبقى معاه وتهتم تمام. بيه وتاخد بالك منه. قول. انت بتبقى كلها يعني ريفرسبل ولا في منها حاجات تبقى الريفرسبل مثلا كده؟ يعني ما طبعا احنا قلنا لو نيدل انجينا، لو حصل باراسثيزيا،
حصل فيستولا، طبعا فيستولا هتسيب علامة، فاهم؟ بس طبعا تمام اللي كل الحاجات دي مع الوقت بيروح، تمام شكرا دكتور. بس احنا ما نحبش نروح نخش فيه. شكرا يا حبيبي. طيب الكلور حلو رائع، الصاروخ بتاعنا في الاندو الارجنت، حتى الارجنت لحد النهارده الجولد الارجنت بتاعنا، بس عندنا مصيبه كبيره قوي فيه، زي ما قلنا انه بيعمل التوكسيستي بتاعته، وانه بيعمل كلورين اكسيدنت، وانه ريحته مش حلوه، ريحته طعمه مش حلوه، وانه ممكن يطلع منه الفيبرز بتاعته ممكن تاذي العين، عين العيان، وانه ما بيشيلش بسم الله. ايوه يا عبد الرحمن استنى هناديك تاني، هديك تاني تقرا معايا. يلا يا عبد الرحمن افتح المايك بتاعك واقرا معانا كلوركس دي. يا عبد واضح ان المايك بتاعك مش شغال، خلاص اقفل المايك يا عبد الرحمن ناصر، المايك بتاعك واضح انه مش شغال. عبد الرحمن من غير حاجه افتح المايك بتاعك كده تقرا معايا. اه دكتور طيب احنا اتكلمنا من شويه يا عبدو على الـ على الصوديوم هايبوكلورايد، الكلور تمام عرفنا ميزاته وعيوبه، عرفنا نستخدمه ازاي وناخد مبدأ منه في ايه. طيب لو العيان عنده حساسيه للكلور مش هينفع استعمل كلور هيكسيدين، نقرا كده كلور هيكسيدين. آه كلور هيكسودين آه ات بوسيس بس ابرود سبيكتروم انتي ابرود ميكروبيال سبيكتروم افكت. تمام action تمام. and relative absence of toxicity طيب الكلوروهيكسيدين انتي مايكروبيال حلو قوي، برود سبيكترم بيقفل كل حاجه، بس عندنا فيه شويه مشاكل. هو مش زي الكلور، مش خالص الكلور، ما يقدرش ما يقدرش يدوب التيشو، مش تيشو ديزولفنت زي الكلور. بيعمل ليكس ذا تيشو ذس ديسولفينج ابيليتي تمام كمل. كونسنتريشنز بتوين 0.2 ل 2%، يعني احنا كنا الكلور بنقول من 5 من 5.25 لحد 1.25، الكلور هيكسيدين عندنا من 0.2 ل 2%. اقدر استخدمه امتى؟ الحالات اللي بستخدمه فيها امتى؟ لو عيان عنده بيرفوريشن حساسيه للكلور بالظبط، و open بيرفوريشن abscess والايبكس، لو و عندي الايبكس ابيكس مفتوحه، لو انا عندي عيل صغير، لو طفل صغير بعمل له اندو والسنه مش كامله، الروت بتاعه مش كامل، فعندي الايبكس بتاعته مفتوح. فبيحصل difficult isolation cases and for patient allergic to sodium allergic hypochlorite. تسلم يا حبيب قلبي. البي اتش بتاعته من 5.5 ل 7. الكلور تمام كان كام؟ 11. تمام تسلم يا عبدو اقفل المايك حبيبي بتاعك. يا دكتور طيب كلوركسيدين حلو بس مش في قوه الصوديوم هايبوكلورايت، بس انا بستخدمه بديل للصوديوم هايبوكلورايت لو العيان الرجيك او عندي بيرفوريشن او عندي اوبن ايبكس، او اخاف ان اخاف انه يعدي من الايبكس، بس عنده ميزه رهيبه اسمها السبستنتيفيتي. السبستنتيفيتي دي ايه؟ ان الكلوروهيكسيدين يقدر يقعد شغال في بق العيان في الكافيتي، المكان اللي انا حطيته فيه، لحد يومين، لحد 72 ساعه، يفضل قاعد وقت استمر في بيبرز قالت ممكن يقعد اكتر من كده كمان. فدي ميزه في الكلوروهيكسيدين، ان الكلوروهيكسيدين يقدر يفضل قاعد في بق العيان وقت طويل. قلنا عليها سبستنتيفيتي، انتي مايكروبيال اكتيفيتي تزيد، والانتي مايكروبيال اكتيفيتي اوف ذا ديزيز سيرفيس افتر برولونجد اكسبوجر اوف ذا روت كانال كلوروهيكسيدين، تقعد حوالي 72 ساعه. انه بيحصل كومباينيشن ما بينه وما بين سوري، بيحصل اتحاد ما بينه وما بين الدنتين، فيفضل قاعد في بق العيان فتره، ممكن يقعد له يومين وممكن يطول كمان عن يومين. طيب الكلوروهيكسيدين بيشتغل ازاي؟ بيشتغل بيغير البرميابيليتي بتاعت السيل تيشو، السيل ممبرين بتاعت الميكروب، بتاعت البكتيريا. فلما بيغير البرميابيليتي بتاعتها بيخش جوه السيل ممبرين وبيخبط الدي ان ايه، هو مين بيشتغل على الدي ان ايه، فبالتالي بيموت البكتيريا. هاجين بيروكسيد تالت حاجة ممكن استخدمها،
ميه الاكسجين. انا ما بحبش ميه الاكسجين لانها بتعمل غاز فور فوران، ده الافرنس بتاعها ده ممكن يعمل انفيزيما في العيان. هنا الصوديوم هايبوكلورايد كان يعمل حاجه اسمها كلورين اكسيدنت، اللي ورم العيان بس كلورين اكسيدنت، يعني الكلور قطع الانترستيشن تيشو، عندما في الهيدروجين بيروكسيد ينفخ العيان الماسة اكسجين، ينفخ وش العيان. احنا عندنا دي كذا تركيز ممكن تجيبه من الصيدليه، واخدت بالك ان الغالب بتاعته بتبقى غامقه لانه برضه حساس للضوء. ممكن يبقى عندك كذا تركيز، ممكن تلاقي فيه منه 10 و20 30% ملوش لون، ملوش ريحه، بيطلع منه هو ميزته او الاكشن بتاعه في انه بيريليز الميست اكسجين، فدي اللي بتعمل الانتي مايكروبيال افكت، انيروبيك بكتيريال افكت. انا معايا احمد عاطف، تحت لك المايك يا احمد، اقرا معايا. عاطف؟ ايوه دكتور وحده. يا حبيبي عشان بس الدوشة. مش مشكلة يا عاطف، اقرا. طب خلاص مش احمد سعد، اقرا يا احمد يا سعد. ايوه دكتور، احمد سعد اقرا معايا يا سعد. هيدروجين بروكسيد It is a clear colorless liquid. H2O2 is active against the virus, bacteria, and yeasts. دكتور. ايوه معاك يا حبيبي، اقرا. ايش اكمل؟ It produces hydroxyl free radicals, which attack several cell components such as the protein and the DNA. It has been particularly popular in cleaning the bulb chamber from blood and the tissue remnants, but it has also been used in canal irrigation. طيب هو ميزه الفوران اللي بيطلع منه ان انا اقدر استخدمه كلونال، بس اخاف استخدمه ايبيكال، لانه لو عدى الايبيك هينفخ العيان، يعمل انفيزيما، يعمل جاز انفيزيما. عشان كده انا بقلق منه ان انا استخدمه في الكلى، ولو استخدمته بستخدمه بحرص جامد جدا. انا معلش يا ولاد، لخبطت. الكلوروفيكسادين بيعمل برميابيليتي بيعلي البرميابيليتي بتاعت السيل ممبرين، فبالتالي الميكروب بيفرقع، بيمتص فلويدز ويفرقع. انما الهيدروجين بروكسيد هو اللي كان بيشتغل على الدي ان ايه والبروتين بتاع البكتيريا. كمل يا حبيبي. ليز ماسة اكسجين يا سعد، واضح ان في ديلي. سعد اقرا. ريليز ماسة اكسجين اكت اجينست انيروبيك بكتيريا هاز افريسنت اكشن ويتش فلاش اي صوتي الصالة. يا سعد دكتور، مش سامع حضرتك. انا سامعك يا سعد. ايوه دكتور انا سامعك. تمام يا دكتور، كمل. كمل. Release nascent oxygen act against anaerobic bacteria. كمل. تمام. has a virulent action which flush out the. تمام. تسلم يا حبيب قلبي. في المايك بتاعك. تمام يا دكتور. طيب. في حاجة بعد كده يا ولاد عندنا اسمها الكليتنج ايجنت. يعني ايه كليتنج ايجنت؟ الارجنت الارجنت كان بيفتح الكنال، سوري، كان بيعمل لوبريكيشن الكنالز، كان بيموت البكتيريا، كان بيخلي الفايل بتاعي يخش بسهوله. الكليتنج ايجنت يا ولادي هي بتعمل ايه؟ هي بتدوب او بتطري الهارت تيشو. يعني انا لو عندي نارو كنال، لو عندي سميل لاير، لو عندي نارو كنال، الكليتنج ايجنت تقدر تفتحه، تقدر توسعه شويه، تقدر تطري الدي ان ايه سيل، فنقدر نخش جوه.
من الكليتنج ايجنت اللي بيشتغل بيها الاديتا اللي موجود عندنا 17% 19% ممكن نشوفها جل او ليكويد، ودي حلوه قوي انها بتشيل سميلية. المنظر اللي انا شايفه ده الدنتينال تيوبز مفتوحه ما فيهاش دي حته سميلية صغنونه اهي، بس الباقي هنا دنتينال تيوبز حلوه مفتوحه. احنا كان عيب الكلور انه ما يشيلش السميلير، ولكن مستر الاديتر بتشيل السميلير، فاقدر استخدم الاثنين مع بعض، مش مع بعض يتحطوا على بعض، يتحطوا على بعض يعمل تفاعل ويعمل ملح، يعمل ترسيبات غير محبذه. وبالعكس بقى، ده احنا كل الحاجات اللي بتطلع من الكلور سامه، يعني كل تفاعلات الكلور بيطلع جاز السام، فانا اقدر استخدمهم ورا بعض. يعني استخدم صوديوم هايبوكلورايد، اشيل الصوديوم هايبوكلورايد بفلاش سلايد، وبعد كده احط الاديت، اشيل الاديت احط الصوديوم هايبوكلورايد. في حاجة عندنا اسمها الار سي بريب، قول يا حبيبي دكتور. هو معلش، هو لما اشيل السمير لاير ده هيفرق معايا في ايه في التريتمنت؟ كل حاجة. احنا انا عندي مشكلة كبيرة جدا ان الديتينال تيفيول جواها بيحصل بكتيريا بنتريشن، البكتيريا تخش جوه بعيد، فانا عايز اموت البكتيريا دي عشان مش بعد ما اعمل اوبتيوريشن يحصل فلارش من تاني البكتيريا، البكتيريا ترجع تشتغل وتعمل لي. فانا بشيل السميل لاير عشان يقدر الارجنت يخش جوه الديتينال تيفيول يموت البكتيريا، بشيل السميل لاير لان السميل لاير في وسطه جواه في بكتيريا. السميل لاير دي مش حاجه حلوه، دي طبقه فيها انفكشن، طبقه فيها بكتيريا، فيها سلايفا، مش طبقه نظيفه. بشيل السميل لاير عشان لو عايز تستخدم بعد كده السيلر والاوبتيميشن بتاعك ريزن تقدر تستخدمه ويحصل مايكرو تاكس، تقدر البرايمر بتاعك يخش جوه الفاينل تيفيوز ويعمل انترلوك يعشق كويس. فاهم ولا لا؟ وصلت؟ تمام يا دكتور. السمير لاير انتوا درستوها في الاوبتيف صح؟ انا سمعت السمير لاير في الاوبتيف، سمعت الاسم قبل كده. وكنتوا بتسمعوا السمير لاير، كنتوا عارفين حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ لا حاجه مش فاكر بصراحه. السمير لاير مش بنحبها. السمير لاير دي لما بنشتغل اند يا اولاد في فرفته، لما بتشتغل اي حاجه بتشتغل اوبتيف بتشتغل بالبير بتاعك، البير بتاعك بيقطع تنسين، بتشتغل بالفايل، الفايل بتاعك بيقطع دنتين، في فرافيت دنتين، فرافيت الدنتين دي الشيبس الصغيره دي معها شويه سلايفا على بكتيريا على اريزول على شويه اسمه ايه ده هيفي ميتلز او ليكويدز من الـ الهاند بيس اللي هو الزيت اللي بتزيد بيه الهاند بيس. فكل دي حاجات مش كويسه، انا عايز اشيل كل ده يبقى عندي طبقة الدنتين متفتحة كويسة أعرف أشتغل على الأرض. وصلت؟ تمام يا دكتور. ماشي يا حبيبي. ماشي. اقرا بقى معايا الـ RC PREP. ماشي تمام. الـ RC PREP is composed of EDITA and urea peroxide in a base of carbowax. تمام. كمل. Sodium hypochlorite. And RC PREP in interaction of the urea peroxide in the RC PREP with sodium hypochlorite producing a bubbling action thought to loosen and help float out dentinal debris. تمام. احنا دلوقتي خد بالك احنا هنبدأ نعمل تغيرات. يعني انا كان عندي الكلور لوحده ما بينفعش، فحطيت مع الكلور حاجة، حطيت معاه يعني استخدمتوش لوحده لان هو بيشيلش السميل لاير، فاستخدمت معاه الايديتا ورا بعض، ده كلور بعديه ايديتا، ايديتا بعديها كلور. بعد كده حسنت شويه الايديتا، حطيت عليها يوريا بيروكسايد وكاربواكس، فعملت حاجه اسمها الار سي بريب. كل شويه هفضل احاول احسن شويه من الكليتنج ايجنت والاريجيشن اللي بستخدمه. في حاجه عندي اسمها بعد كده اسمها الامتاد. الامتاد بيبقى عباره عن صابون سيتريك اسيد مع ديترجن ودوكسيسيلين، على بستخدمه كارجنت، بستخدمه بعمل بيه اريجيشن.
هو ليه شويه ميزات، هو ليه انتي مايكروبيال اكتيفيتي لوبليكيشن افكت طبعا، ودي اتش بتاعته حوالي 2.5. كل الكلام ده حلو بس لسه عندنا مشكله. كل اللي احنا عملناه انا لسه مش قادر اخش جوه الفاينل تيون وابص على الايمكس تحت، اخر 2 مللي او اخر مللي محبوس دايما فيها غاز، ما يقدرش الفلويد يوصل لها، فانا اخر مللي اخر 2 مللي دي ما اقدرش اطلعها. الخاصيه دي بنسميها الفيبر لوك. يعني ايه فيبر لوك يا اولاد؟ يعني اخر مللي او 2 مللي من الكلال فيهم فيبر، فيهم غاز، فبيمنع الليكويد، يمنع الارجن بتاعي ان يوصل لاخر مللي او 2 مللي، فتفضل اخر مللي او 2 مللي دي مش موجوده. كنا بنعالجها ازاي؟ ان انا بعمل ميكانيكال بريباريشن، بوصل لل 25 لو انا تيبر اكتر من 2، بوصل على الاقل ل 35 لو انا تيبر 2. لو تفتكروا المثل اللي قلناه، لو انت بتملى العربيه بتاعتك بنزين بام، فانت مش بنزين ما بيخشش فبتوسع راس الام. وقلنا المثل للبنات، لو بتستخدمي ام عشان تعملي بي تي 4 مش عارفه تزقي منه فبتحطي عليه كيس كبير من ورا. هو نفس الكلام، انا الكنال هنا مش قادر اوصل، الحته الحمراء دي مش قادر اوصل فيها ملي 2 ملي، دي مش قادر اوصل الاريجيشن بتاعها، فتفضل مش نظيفه لان يعني فيها غاز، الغاز بيعمل لي لوك. فاعمل ايه؟ اما افتح اوسع شويه لحد 35 او اكبر التيبر بتاعي، برضه لسه في تيبر لوك. طيب نعالجه ازاي؟ فكرنا في طرق ريسنس بقى اولاد. افتكروا الفيبر لوك، الفيبر لوك ده مصطلح جديد موجود بقاله 4 أو 5 سنين بس، هتسمعه كتير. عايزك تبقى عارف على ايه فيبر لوك. عادي جدا ممكن اسالك ايه الفيبر لوك ديفينيشن، اشرح لي الفيبر لوك. الفيبر لوك يا اولاد مهم، عايزك تبقى فاهم الفيبر، عارف عن ايه فيبر لوك، لان دي تشالنج من التشالنجز اللي قابلتنا واحنا بنعمل ريجيشن. يعني دلوقتي تعالى نرجع لورا، انا كنت بعمل ميكانيكال بريباريشن، الفايل بتاعي نضف 40% من الكلام، فاعتمدت الارجنت بتاعي هو اللي هيغسل الباقي، هو اللي هينضف الباقي وموت البكتيريا، هو اللي هيوصل لكل بقيه الكنالز. جيت وانا بعمل اريجيشن بالكلور اكتشفنا ان بيشش السميليه، فمش قادر يعدي في جوه الانترنال فيوز، فجبنا اديت عشان خاطر تشيل السميليه فيقدر يخش جوه الانترنال فيوز. البنتيشن بتاعه مش عالي، هنعرف ان الايكي كالس بتعدي ليها دي بنتيشن فهو مش هيوصل لها. عارف ان في حاجه تانية، حاجه اسمها الفيبر لوك. الفيبر لوك شويه جاز في الكنال من تحت لان هي عامله زي الانبوبه الشعريه، الجاز ده يمنع ان الليكويد يخش، يمنع ان الارجنت يخش. فانا عندي اماكن لا الفايل عارف يوصل لها ولا الارجنت عارف يوصل لها، يبقى انا كده ما نضفش كنال. بعد لما اخلص واعمل اوبتيميشن يحصل فلارشمنت للانفكشن. بعد لما اخلص وانا عملت اندو محترم واعمل اوبتيميشن وطولي حلو عامل ميكانيكال حلو جدا، الاقي العيان بعدها بعد شهر شهرين بعد سنه يورم ويضرب ويقول الدكتور ده مش شاطر، كل عيانينه بيعمل لهم اندو بيابسس. طب اعمل ايه؟ كيف فكرنا في حاجات ريسنت؟ الليزر، النوفاك، الماكس اي بروب، وانتي باكتيريال نانو بارتكلز. نبدا من تحت لفوق. ايه يا اولاد الانتي باكتيريال نانو بارتكلز؟ انا عندي مشكله دلوقتي ان الكلور، لا مش الكلور، كل الانتي بايوتكس، كل الادويه اللي انا بستخدمها البكتيريا عرفتها، البكتيريا بقت عارفاها، بقى عندي حاجه اسمها المارس، بقى عندي جيل من البكتيريا مقاوم لمعظم انواع الادويه اللي احنا بنستخدمها. من 10 20 من 20 30 سنه كان الـ FDA مثلا بيطلع لي كل شويه 10 12 انتي بايوتيك. دلوقتي كان من اخر الانتي بايوتيكس اللي ظهر لنا كان اللي جامد من فتره من زمان كان حاجه اسمها الاوجمنتن. الاوجمنتن ده من 20 سنه 15 سنه كان رائع، دلوقتي النهارده الاوجمنتن ملوش اي لازمه، لان خلاص اتربى جيل من البكتيريا بقت بتقاوم المضادات الحيويه، مضادات حيويه بقى وإيريجيشن وكل حاجه. طب انا عايز احل المشكله دي اعمل ايه؟ هاخد نفس الماتيريال اللي كنت بشتغل بيها واحطها في النانو سكيل. لما بحط الماتيريال دي في النانو سكيل بتعمل ايه؟ بتتنكر، فتقدر تخدع البكتيريا، تقدر تخدع الميكروب، البروبرتيز بتاعتها اتغيرت. خلينا عشان تتخيل اللي انا بقوله، انا لو جبت مثلا كالسيوم هيدروكسيد في نانو سكيل عندي منه
برطمان مليان كالسيوم هيدروكسيد ولكن متكسر ده له بارتكل سكيل اخدت منه معالق باحجام مختلفه الوانها تبقى غير بعض البروبرتيز بتاعتها مختلفه فانا عندي عدد لا نهائي من البروبرتيز الجديده اللي يتنكر فيها الماتيريال فتبقى بس فاهم النانو تكنولوجي هي بتعمل ايه انت عندك بقى في سكرين دلوقتي بتلزقها على الموبايل بتاعك ناشفه حتى في اعلانها بيحط السكرين دي مضربه بالشكوش ما بتنكسرش دي بتعالجه بالنانو تكنولوجي لو اتفرجتوا على الفيديوز اللي هي دي اي ار ولا دي اي واي اللي بتيجي في على الفيسبوك بيجيب ناس ولد واقف لابس تيشرت وصاحبه يرمي عليه بيبسي او يرمي عليه سوليوشنز يلمس هدومه وينزل ما يعملش اي حاجه لانها متعالجه بالنانو تكنولوجي النانو سكيل بتغير البروبرتي بتاعت الماتيريال فلو استخدمتها في الاريجيشن استخدمتها في الميديكيشن تقدر تخدع البكتيريا تقدر تخدع المرض تقدر تخدع الانفكشن ده بالنسبه للانتي بكتيريال نانو بارتكلز بعد كده الليزر اكتيفيشن اوف اريجيشن ممكن انا دلوقتي قلت ان انا بعد لما شلت السميل لاير انا لسه الكلور او الاريجنت مش قادر يخش جوه ابتدي اعمل له اكتيفيشن خلينا نمشي مع محتوى ليزر اكتيفيشن عندي كذا طريقه لليزر اكتيفيشن تعالى نشيل ده كده نشوف الفيديو بتاعه خليك لازم بقى كده يخرج تمام في حاجة اسمها البيبس يا أولاد البيبس يعني فوتو انديوس فوتو اكواستيك سكرينينج عايزك تتفرج معايا على الفيديو ده عشان تتخيله اظن الفيديو دي كده هتتعلق على الانترنت هتتعلق على الموديل بص هنا على الفيديو ده لو اخدت بالك هو دي التب اللي بتعمل الاكتيفيشن التب دي ما بتوصلش لحد اخر الكنال التب دي اهي بص جوزها مدبب التب دي بتعمل اكواستيك ستريم بتعمل شوك ويفز بتعمل زي السونيك والالترا سونيك كده بس هي ميزتها عن السونيك والالترا سونيك ان السونيك والالترا سونيك عايز فلويدز عشان يمشي فيها الويفز انما الشوك ويفز بتاعت البيبس تقدر هي تكسر الفيبر لوك تقدر تفتح الطريق هو هنا حاطط لك السن دي حاطط لك هي دي سنه بلاستيك حاطط لك جنبها كوين عشان تبقى متخيل الحجم انا عندي في رامفيكيشن في هو عامل اللون الازرق الاحمر ده على انه هو ده يعني الانفكشن او هو ده الـ الحاجه اللي عايز يشيلها من الكلام يعني في عندك سميل لاير في عندك سوري رامفيكيشن ولاترال كانالز وانت متخيل شكل الكلال قد ايه بالنسبه للكوين يعني صغيره جدا ورامفيكيشن صغيره جدا وقادر الاريجنت يخش وبص طالع معاك في 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 بابلز البابلز دي بيكسر اي اير اي اير اي جاز موجود جوه الكانالز اي لوك يقدر يكسره فحوالي دقيقه دقيقه ونص هيكون نظف الكانال دي كلها دي بنسميها يا اولاد البيبس البيبس شوك ويف بتاعت البيبس يعني ايه بيبس يعني فوتو انديوس فوتو اكواستيك ستريمينج دي عباره عن شوك ويفز بتعملها الاربيوم ياج ده نوع من انواع الليزر الويفز دي تقدر تزق الفلويد جوه الكلال حتى لو في رامفيكيشن وانا بخاف منها ما استخدمهاش لو عندي اوبن ايبكس لانها بتعمل ايبكال اكستروجن فالبيبس حلو بس ما اقدرش استخدمه في الاوبن ايبكس في عندي طريقه ثانيه الدايد ليزر دي كونتامينيشن يبقى انا ممكن استخدم الليزر استخدم يا اما البيبس لو بستخدم اربيوم ياك ممكن اربيوم ياك واربيوم كروميوم بس هو موصوف للاربيوم ياك ممكن استخدم الدايد ليزر اعمل بي دي دي كونتامينيشن او ممكن استخدم الفوتو اكتيفيتد ديس انفكشن ده كان الكلام عن الدايد ليزر ممكن برضو نشوف الفيديو بتاع الدايد ليزر كده بدخل التب بتاعتي جوه الكلال تبقى اقصر من الابكس بملي او ملي ونص التب اللي بنستخدمها بتبقى
عامله زي الرمح، عامله زي القلم الرصاص، ليها بوز عشان تقدر تعمل لاترال فايرنج. بستخدمها زي ما قلنا، بحط اديتا اشيل اديتا احط كلور، اشيل كلور احط اديتا، واعمل كل مره اكتيفيشن. فالاديتا يشيل السمول لاير والكلور يعمل بنتريشن في الديفايلر. بشتغل من ابيكال تو كلورال دايركشن ان سبايرال موفمنت، يعني بلف 5 ثواني اكون بره الكنال. اول مره انا بشيل السمول لاير، ده منظر السمول لاير يا اولاد. دي طبعا فلاش اديتر اكتيفيشن، الليزر اكتيفيشن يكسر لي طبقه السمول لاير. ليه؟ زي ما سأل عبد الرحمن تقريبا، كان سأل من شويه، لا سوري، كان رجائي، ان السمول لاير دي يا اولاد فيها بكتيريا وفيها سلايفا وفيها كل الحاجات اللي مش كويسه. وبعدين هي مش كده وبس، ده هي قافله الدنتينال تيوبز، فمخلياني مش قادر اوصل اهو. زي ما انت شايف فيها بكتيريا وفيها سلايفا وفيها اويل. فلما بشيلها انا بفتح الدنتينال تيوبز، فاقدر الارجن بتاعي يوصل يخش جوه للبكتيريا، يعدي للبكتيريا، يقدر يعمل بنتريشن ويموت البكتيريا. من غير الليزر كان ممكن البنتريشن بتاع الصوديوم هايبوكلورايد يبقى قليل، لما الليزر بيزود البنتريشن بتاع الصوديوم هايبوكلورايد فبيقدر يوصل يخش جوه للبكتيريا ويموت. أرجو إن تكونوا فاهمين يا ولاد. دكتور بعد، قول يا استاذ. يعني التب بتاعت الليزر دي متوصلة بسبب ايه؟ جهاز ليزر، تبدأ تعرف تفصيل الليزر ان شاء الله السنه الجايه. انا بس عايزك تعرفي ان انا ممكن استخدم الليزر في 3 حاجات. ممكن استخدم الالبيامياك، اعمل بيه حاجه اسمها الفيبس اللي هي الفوتو اكواستيك ستريمينج، ودي عباره عن شوك ويفز بتعمل سترونج ويفز جوه الفلويدز، بتعديه جوه اللاترال كانالز، وبخاف استخدمها في الاوتو ايبكس. وفي طريقه تانية ان انا بستخدم ليزر حراري اللي هو الدايود ليزر، وعايزكم تحفظوا دي يا اولاد، دي عادي جدا ممكن يجيبها لك في الامتحان. الصفحه دي شكلها ممل بس دي مهمه جدا، نقراها كده مع بعض. The diode laser decontamination and disinfection was applied with the parameter of power. الباور بتاعي هيبقى 1.5 وات. المود بالسد، يعني ايه بالسد؟ يعني البالس ما بي... الويف ما بتطلعش على طول، بتطلع 50% 50%، 10 مللي سكند اون و10 مللي سكند اون فور 5 سكندز. يعني ما اقدرش اسيب التب بتاعتي جوه الايبكس جوه الكنال اكتر من 5 ثواني، لان اكتر من 5 ثواني هتعمل ثيرمال تشينج، تحرق لي البيضات، تحرق لي البيضات. بستخدمها ان سبايرال موفمنت زي ما انا شفت في الفيديو. انا بخش من الايبكس تكنولوجي دايركشن، بلف 5 لفات ابقى بره الكنال، ما عنديش اكتر من 5 ثواني اكون بره الكنال. سبايرال موفمنت ان ايبكال فروم ايبكال تو كورونال دايركشن بوست ستوب وذ بان انيشيتد اندودونتيك تب 200 مايكرون. 200 مايكرون دي يعني ايكوال لفايل 20. بان انيشيتد يعني طرفها مش محروق، لان انا ممكن استخدم الطرف بتاع التب محروق او الطرف بتاع التب مش محروق، فانا بستخدمها مش محروق عشان تعمل معايا دي بنتريشن. و200 مايكرون يعني ايكوال لفايل 20 دايمتر، ولينس 15 من 15 ل 17، يبقى طول التب دي من 15 ل 17، والدايمتر بتاعها حوالي ايكوال لفايل 20. ممكن اجيب حاجات اكبر من كده شويه لو انا عايز، يعني بستخدمها 3 مرات. بستخدم الارجن صوديوم هايبوكلورايد، بعديه اديتا صوديوم هايبوكلورايد ثم اديتا ل3 مرات ورا بعض من ايبيكال تو كلورال دايركشن. دي بنسميها الدايد ليزر دي كونتامينشن. بعد كده في حاجه عندي اسمها الفوتو اكتيفيتد ديس انفكشن، ان انا بستخدم نوع من انواع الليزر الويف لينس بتاعه قليل زي 630 635، وبستخدم الفلويد اللي انا بستخدمه او الارجت اللي انا بستخدمه قليل لون، فيمتص الليزر ده يحصل له اكتيفيشن. مين يقرا معايا؟ عمرو علاء. اقرا يا عمرو علاء الدين بسيوني. تمام. ايوه والله حبيبي اقرا معايا. دي اي دي فوتو فايل كانال اند بالب شومبر ويز تولرين كلوايد
تمام؟ فيلم كلال بملى، بس يا ولد واحدة واحدة استناني يا حبيبي، بملى الكلال كلها من الآخر، فيلم كلال والبامب الشامبر بتبقى كلها مليانة. كمل بعد كده. Navigated solution for 16 seconds with a file one size smaller than the canal to remove and any bubbles and to distribute truly. يعني ايه agitated solution؟ يعني ايه بعمل agitation؟ يعني ايه عمر؟ يعني بمسك فايل او كونجا تبركب وقعد ادخله وخرج ادخله وخرج. الحركه دي تكسر لي الابيكال لوك، تكسر لي الفيبر لوك، تخرج لو في فلويد جوه الكلال تخرجها وتوصل السوليوشن جوه كل الرامفيكيشنز بتاعتها. كمل يا حبيبي. Insert the endodontics a light guide tip down the canal until the tip within 3 millimeter of the apex. يعني بدخل التاب بتاعت الليزر جوه الكلام تبقى اقصر من الفول وركينج ليز من 3 مللي، وبعمل اكتيفيشن لللايت بيقعد حوالي 120 ثانيه، يعني بيقعد اكتر بكتير من الدايت ده. بس تسلم يا حبيبي، تسلم يا عمر. ايه في المايك بتاعك يا حبيبي؟ ميزته انه سيف بس الاكشن بتاعه ضعيف زي الدايود وزي الاربيوم. ده كان في حد المايك بتاعه مفتوح، من فضلكم تاكدوا المايكات مفتوحه. بعد كده في حاجه اللي هو البريشر الترنيشن ديفايسز، انا بحب منها الاندوفاك اللي قدامنا ده، اسمه الاندوفاك سيستم. الاندوفاك سيستم يا ولاد ده عباره عن ايه؟ عن سكشن. انا عندي مشكله ان البيس ان التب ان تحت في عندي حوالي ملي او 2 ملي ما فيهم الجاز ما بيتعداش، فاعمل بلاعه تحت، اخد سكشن تب ادخلها جوه الكلال، كاني بخلي عند الاورفيس تحت في بلاعه تشد، لما تشد تاخد الفلويد، تاخد الجاز وتاخد الفلويد. طيب شوف دي هنعملها ازاي. دي سهل، انت ممكن تعمل اندوفاك سيستم ده عندك في البيت. دي القاعده بتاعت السكشن، دي السكشن تب بتاعتك العادي اللي عندك في العياده. بيجيب ادابتر، الادابتر ده عنده ثلاثه، بيطلع منه ثلاثة اوتلت، بتركب عليها عارفين الجهاز الوريدي اللي هو لو بتحط العيان محلول، بتركب بتحط العيان محلول ملح او جلوكوز ولا بتاع، بتعلقه له بخرطوم رفيع قوي. بتجيب الخرطوم الرفيع ده بتسميها الماكرو كانيولا، بتجيب الخرطوم الرفيع ده بتحطه على الثلاثة اوتلت. ثلاثة اوتلت دي بيسلموني لثلاث حاجات، الماكرو والمايكرو كانيولا. الماكرو كانيولا دي بتبقى صغيرة بس بنضف بيها الكرونال 2 ثيرد من الكلام، والمايكرو كانيولا بنضف الابيكال 1 ثيرد والماستر ديليفري. يبقى انا عندي سكشن رفيع قوي اقدر ادخله جوه الكلال اوصل للابيكس، ده المايكرو كانيولا. والماكرو كانيولا سكشن رفيع قوي اقدر اوصل للكرونال 2 ثيرد من الكلام. وعندي سكشن ثالث بحطه على الاريجنت، بحطه على الابره بتاعت الاريجيشن، عشان لو الاريجنت طلع زياده، لو انا بحط الاريجنت طلع زياده ما يفرش بقى، ما يخرجش من بره الاكسس كافيتي، ما يخرجش من بره الكراون، لا يمفته التب. نشتغل كالاتي، بنحط ماستر ديليفري تب فوق زي ما انت شايف هنا، بدخل بيها الاريجنت يغسل اول كرونال كويس قوي. بعد ما يغسل الكرونال كويس قوي ابتدي احط الماكرو كانيولا اللي تبتدي الكلال تنظف الابيكال الكرونال 2 ثيرد، وبعد كده الماكرو كانيولا الارفع بدخلها للابيكال 1 ثيرد. خد بالك ان ده شفاط، ده سكشن. السكشن ده يشيل الدبري بقى، يشيل كل حاجه ما هو خارج. بس انا ما اقدرش اخش بالمايكرو على طول لان المايكرو الفتحات بتاعتها صغيره قوي، فلو دخلتها من الاول تكلك تتسد. فبدخل الماكرو كانيولا فتحتها اكبر شويه تقدر تنضف كرونال شويه. وبعد كده بدخل المايكرو كانيولا توصل للابيكال 1 ثيرد. فدي بنسميها ابيكال نيجاتيف بريشر، ابيكال الترناتيف بريشر، ودي بنحبها قوي لانها بتفتح اللوك، بتفتح الفيبر لوك. ولو عندي في دبري ابيكال تقدر تشغل زي ما انا شايف. لو انا بعمل اريجيشن عادي بميد العاديه مش هتقدر تعدي اخر 2 مللي، اخر مللي ونص 2 مللي. لما لو بشتغل بماكرو كانيولا، بشتغل بسكشن، تقدر توصل للابيكال 1 ثيرد وتنضفه كويس جدا.
تشيك السيستم كله محطوط على سم اكسبكتد، فاتحين سكشن لونجيتيودنال سكشن، فتبقى شايف الماستر ديليفري تاب محطوطه، ال بيخش منها من النص ينزل الاريجنت في السنه، الماكرو او المايكرو كانال تخش جوه الكانال تشفط، فبتشد الاريجيشن معاها جوه الكانال. لو الاريجيشن زاد خرج من السنه ما يخرجش من السنه، لا ده انا عندي في سكشن على الماستر ديليفري تاب، بشتغل الاول بالمايكرو كانال تنظف الثلثين الكلام اللي فوق، وبعد كده بالمايكرو كانال تنظف الابيكال 1 2. طيب بعد كده احنا كان عندنا كذا تشالنج، كان عندي كان عندي اسمه ايه يا ولاد، الحيطه المسدوده قلنا اسمين لاير، فشلته بالاديتر. بعد كده كان الارجل بتاعي ما بيعديش ما بيوصلش جوه الديزاينر تيول، فبدات اعمل له اكتيفيشن للاريجيشن، استخدمت البيبس، استخدمت ليزر، استخدمت طريقتين البيبس، استخدمت الدايود دي كونتامينيشن، الدايود ليزر دي كونتامينيشن. كان عندي مشكله تانية ان الارجن خصوصا الصوديوم هايبوكلورايد ممكن يعدي الايبكس، فالصوديوم هايبوكلورايد لو عدى الايبكس بيحصل كلورين اكسيدنت، الكلورين اكسيدنت دي مزعجه، دي منظر التبسي يا اولاد اللي موجوده. كنا بنشتغل بالبيفلد والمونوجين، هما الاثنين بيعملوا ابيكال فنت، فاحنا مش بنحبهم، فبدانا نستخدم السيف اند او السيف اند او السايد فنت، بنقول عليها سيف اند لان الاند بتاعتها مقفول، او السايد فنت، انما دي كان اسمها الاند فنت او اللاترال فنت، تمام، اللي هو البيفلد والمونوجين. وطلع عندنا حاجه اسمها الماكس اي بروب، الماكس اي بروب ريجيتنج نيدل، نيدل مسدوده من الطرف سيف اند مفتوحه من الجنب سايد فنت، فالاريجيشن بتاعي ما خافش ان يعدي من الايدي، ما حصلش امكان اكسبلوجن، فما خافش ان تحصل مشكله. حاجه تانية ان خروج الاريجنت من الجنب ده يعمل فورتكس، يعمل زي دوامه، فالدوامه دي تنضف لي اكتر الكنال، تخلي ان الاريجنت وهو خارج يقدر ينضف الكنال اكتر، يعمل حركه، يعمل زي الغساله كده، فينضف يشيل من الكنال. احنا قلنا ان احنا عندنا مشكله اسمها الفايبر لوك، وقلنا ان احنا ممكن نعالجها بطريقه بسيطه، ان انا اجيب كون جاتا ميركا واخبطه، احط شويه ارجنت جوه الكنال اخبطه، افضل ازقه واطلعه على الفول وركينج لينز، ابسط وارخص طريقه، فيكسر الفايبر لوك. خلينا نشوف مع بعض الكلاسيفيكيشن اوف اجيتيشن تكنيك، الطرق اجيتيشن، الطرق اللي اقدر اكسر بيها، اللي اقدر تساعدني في ان انا اوصل الفلويد الارجنت بتاعي للكلام. ممكن اعمل مانوال اجيتيشن، مانوال دايناميك اجيتيشن، اجيب كون جاتا ميركا ماستر كون او اصغر منه مقاس، وبعد ما احط الارجنت اقعد اخبط. ممكن اعمل اريجيشن عادي بالسيرنج، سيرنج اريجيشن ويز نيدل، ممكن استخدم الكنال بتاعتها يا اما اند فنتد او سايد فنتد، طبعا احنا بنحب السايد فنتد، بس دي مش هتفتح الفايبر لوك، اللي هيفتح الفايبر لوك مانوال دايناميك اجيتيشن. مانوال دايناميك اجيتيشن ده لو كل الجتا ميركا اللي بفضل اخبطه في الارجنت، او ممكن براش، عارفين يا اولاد البراش اللي كان بينظف بيها الضابط البندقيه بتاعته، تبقى براش طويله كده وعندها في الاخر بريسل، او البراش اللي بينظف بيها الشيشه، او البراش اللي بتنظف بيها ايتين، ممكن البنت تستخدمها تنظف بيها ازازه، لو عندك ازازه طويله يبقى عندك كده عصايه متر طويله وفيها براش خارجه من الجناب، هي البراش دي ممكن نستخدم البراش، استخدمناها مانيوال، بس مانيوال كانت بطيئه مش ظريفه، فحطناها على ماتور بقت روتري براش. يبقى انا عندي الاجيتيشن سيستم ممكن استخدم حاجات مانيوال او ميكانيكال، سوري اسف، ماشين اسيستد. المانيوال قلنا السرنجة او المانيوال دايناميك اجيتيشن او البراش، بس البراش كانت بطيئه، فبدات حطيتها على مكنه على 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 موتور، بس مشكله لما حطيتها على موتور البريسلت بتاعتها بتنكسر كده كده، البراش ما بحبش استخدمها لان البريسلت بتاعتها تنكسر وتقعد في الكلال، ما بقدرش اخدها. بدانا نستخدم السونيك والالترا سونيك اريجيشن. ايه الفرق بين السونيك والالترا سونيك؟ السونيك هو السونيك والالترا سونيك هو اهتزازات، ولكن السونيك اهتزازات بطيئه والالترا سونيك اهتزازات عاليه،
سونيك الالتراسونيك كان رائع جدا في الاريجيشن، بس كانت مشكلته الكافيتيشن. لو انا عندي فيه فلويد سوري فيه جاز ما يقدرش يعديها، لازم يشتغل جوه سوليوشن، لازم عشان يشتغل يبقى عنده فلويد يشتغل جواه فما يعديش البيبر لوك. فبدانا نفكر في البريشر الترنيشن ديفايس زي الاندوفاكت. البريشر الترنيشن ديفايس عملنا حاجات بوزيتيف الترنيشن، بوزيتيف الترنيشن وحاجات نيجاتيف الترنيشن. بوزيتيف الترنيشن كان عيبها انه الخبطه دي تعدي الارجنت بره الاتك مش حلوه، لما نيجاتيف الترنيشن كانت زي الاندوفاك دي كنا بنحبها قوي. بعد كده عملنا حاجه اسمها الساب سيستم كونتينوس اريجيشن ديورينج روتري انسترومنتيشن اللي هو السيلف ادجستد فايل. ده رائع وممتاز، ولكن يعني مش منتشر في مصر، مش بنلاقيه كتير لان هو اسرائيلي، تصنيعه اسرائيلي مش موجود عندنا كتير. سونيك والتراسونيك زي الفايبرينج. الفايبرينج ده يا ولاد عباره عن ايه؟ الهاندل الخضرة دي بتتحط على شاحن زي الشاحن بتاع الموبايل بتاعك بالظبط، تتشحن، وبعد لما تتشحن بحطها على السوليوشن فتعمل اهتزازات، الاهتزازات دي تعمل اكتيفيشن. او ممكن استخدم تابس اعمل بيها تابس طويله احطها على سونيك او الترا سونيك عادي، جهاز سونيك او الترا سونيك عادي. تعمل اهتزازات، الاهتزازات دي بتعمل شوك ويفز حلوه جدا زي ما انا شايفها هنا، بس عيبها انها ما بتعديش الهواء لو عندي فيه جاز زي الاير سيف كده. من الحاجات اللي بدأت تبقى كويسة الاندو اكتيفيتر. الاندو اكتيفيتر ده هزاز نحط عليه تيبس زي دي على نفس مقاس الماستر اميكال كول، يبقى شكلها التيبس بالضبط، في منها سيلك وفي منها بلاستيك. خلينا نتفرج كده عليها، عندنا ليها فيديو كده ممكن نبص عليه مع بعض. اندو اكتيفيت ده كده. انتوا معايا شايفين بس متابعيني ولا فصلت مني؟ محدش بيسأل، محدش بيقول اي حاجة. معايا يا ولاد؟ معاك يا دكتور. هو انت عشان تشوف الاندو اكتيفيتر هنا هو حاططها في 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 بلوك، في كلير بلوك، اكريليك بلوك كده شفافه، فتقدر تشوف الاكشن، الاكشن بتاعت الاندو اكتيفيتر. الاندو اكتيفيتر مستو انه بينظف وبيفتح الفيبر لوك. بص تعالى كده شوف الكلام من الاول. انا عندي هنا سميلير اهو، او عندي في طبقه بتاعت الرامينز، دخل الارجنت الاول ما نضفوش، لسه عندي ابيض صح، بس عندي اريجيشن على الارجنت، ام حط التاب بتاعته. لما احط التاب ويعمل اريجيشن تاني هتشوف السايد وول هتبقى كلير، هتبقى نظيف صح باينة يا ولاد. طيب خلينا نشوف حاجه تانية، ممكن نشوف الاجيتيشن. تعال بص انا عايز اوريك الاول عشان ده نسيت اقولك الصوديوم هايبوكلورايد، الايفكت بتاع الصوديوم هايبوكلورايد على ده فالب تيشو محطوط في صوديوم هايبوكلورايد. بص عمال بيتهري، عمال بيتاكل. بعد اخر في اخر الفيلم ده يعني احنا مثلا ايه، بص بعد كام دقيقه، بعد حوالي خلاص هو بيروح بعد حوالي 4 دقائق ما بقاش عندي تيشو، تيشو كلها دامت. ده الافكت بتاع صوديوم هايبوكلورايد على التيشو. اوكي بنقول اللي ديزولفينج للتيشو، وده البابلينج افكت يا ولاد بتاع الصوديوم هايبوكلورايد. عشان تشوف البابلينج افكت لازم يكبر ال 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 يعمل ماجنيفيكيشن. تقريبا الماجنيفيكيشن هنا كان نص او اربعه. بص اهو مش عارف شايفه ولا لا، دي ماسس خارجه، ده البابلينج افكت بتاع الصوديوم هايبوكلورايد. كل ده بينظف الكانالز. شايفها هنا اظن لما اكبر اكتر بقيت شايفها. ده البابلينج افكت بتاع الصوديوم هايبوكلورايد. لو مفيش بابلينج افكت الصوديوم هايبوكلورايد يبقى مش شغال، يبقى انأكتف. ده كان بتحب تغيره كل دقيقتين، كل دقيقتين تحط فريش ميكس وما تستخدمش حاجه قديمه، ما يبقاش عندك شويه مانيكات في الكوبايه تستخدمها. طيب اجيديشن اوف
كلهم هايبوكلورايد وإلسا. ده بيستخدم التراسونيك تاب. في عندك التابس فيها اسامي كتير يعني. حط صوديوم هايبوكلورايد يعمل اجيتيشن، وبعد كده يشيل الصوديوم هايبوكلورايد ويحط اديتا ويعمل اجيتيشن. الموفمنت دي كويسه قوي، الشوك ويفز دي كويسه قوي طول ما انا ضامن ان انا اوصل للطول كله. لما لو انا عندي فيه شويه هواء تحت ما يقدرش يفتح. كانت مشكله ال السونيك والالترا سونيك عامه يعني. ارجع تاني الباوربوينت بتاعنا. انت عايز اخلص النهارده الاريجيشن واخش الاوبتيريشن كده يا دوب هنخلص الاريجيشن. من السونيك والالترا سونيك سيستمز اللي احنا شفناها الفايبرينج الاندو اكتيفيتر والاير سيف، وانت شفنا مع بعض الفيديو من شويه الترنيشن او الترنيتيف ديفايسز زي الرينزندو. رينزندو ده اول ما طلع كان يعني كان ثروه في طب الاسنان، ولكن بعد شويه بنستخدمه خلاص الناس بتحبه، لان الرينزندو بيعتمد على البوست ستريشن خبطات كده. الخطه بتاعته دي تعمل ابيكال اكستروجن، فخلينا حتى ممكن نطلعه من على اليوتيوب تتفرج عليه تسمع صوته خد تك تك تك. الخبطه دي الخبطه اللي بيعملها البوستيف الترنيشن ده البريشر الترنيشن بوستيف دي كانت بتعمل ابيكال اكستروجن للسوليوشن، فدي ما كانتش كويسه. غير الفايبر لوك، الفايبر لوك اسف غير الاندوفاك، الاندوفاك كان كويس جدا لانه نيجاتيف فاش بتخرج بره الايبكس وبيفتح وبيفتح الفايبر لوك. سيفتي اريجيتر شبه شويه الاندوفاك. الساف او سيلف ادجستنج فايل هو فايل عامل زي الشبكه هولو فايل زي ما انت شايفه كده، يخش جوه الكنال وياخد شكلها، يخش يضغط وياخد شكل الكنال، في منه مقاس او مقاسين يلف جوه الكنال، بعد ما خد شكل الكنال يلف جوه الكنال يقطع ينظفها، وفي نفس الوقت مع ايرجنت دايما بيخش اريجيشن جوه، عشان كده بنسميه كونتينوس اريجيتنج سيستم او كونتينوس اريجيشن سيستم. الفايل ده كان كويس قوي، بس كان عيبه ان البريسلز دي ممكن تنكسر. شايف الفلوتس دي تنكسر في حته صغيره كتير جوه السمنه، فكده ما كناش بنحبه، بس هو ده من السيستم الكويس. كونتينوس اريجيتنج سيستم الساف يعني سيلف ادجستنج فايل، بيبقى فايل هولو من جوه فاضي عامل زي السوفت، يخش يتزنق جوه الكنال، يخش في مكان مفتوح شويه يفرد نفسه، يفرش ويضغط على حسب شكل الكنال، يشتغل يقطع من الوولز بتاعت الكنال، وفي نفس الوقت الارجن سوليوشن الاريجيشن بتاعك يخش في الكنال. ولاد في حد فتح ال ماشي. امتى بستخدم الاريجيشن يا ولاد؟ من اول ما بفتح الاكسس، فتحت الاكسس هدخل فايل اريجيشن قبل الفايل، ميكانيكال اريجيشن قبل الميكانيكال وبعد الميكانيكال، بين كل فايل وفايل لازم اعمل اريجيشن، لازم الكنال بتاعتي تبقى اول. لو انت شاطر وقدرت تخلص الكنال بتاعتك الميكانيكال بريفريشن بتاعك مولر ابر مولر فور كانالز او ايفن 7 كانالز، قدرت تخلصها في 7 دقائق ميكانيكال بريفريشن، ميكانيكال بريبريشن مش كافي، لازم تعمل اريجيشن. الاريجيشن مجموعه على الاقل يبقى 3 ساعه. زي ما قلنا الاريجيشن بنعمله في كل الاوقات، من اول ما بفتح الاكسس لحد ما باجي اعمل اوبريشن. ممكن نقولهم بالتفصيل في البيتنسي، وانا بدخل الفايل الميكانيكال بريبريشن ما بين كل فايل وفايل، لما بعمل ستيبنج باك وانا بعمل الريكابتشريشن وانا بعمل الفليرنج لازم استخدم الاوريجن بتاعي، لازم الكنال تبقى على طول فلودد، لازم الكنال تبقى على طول فيها اوريجن، ما ينفعش اشتغل ابدا على دراي كنال، ما ينفعش اكسل واقلل استخدام الاوريجن. استخدمه ازاي؟ فؤاد خيره، فؤاد خيره صح؟
ايوه دكتور. يا رمان يا حبيبي. مثل الدفيوز لا علي تسترونلي. صوتك، عايز صوتك، سمعنا احنا ناس بدأت تنام، صحينا يلا. It strongly recommended that the needle lie passively in the canal and not engage the جيش. يعني جيش. يعني ما احطش التب بتاعتي، ما امسكش النيدل بتاعتي، الابره بتاعتي، واحشرها في الكلال لما تبقى مزنوقه. ممكن تدخلها اتزرقت وشددها من دي. تبقى لوز جوه الكلال. ليه؟ علشان ما تعملش ابيكال اكستريم. كمل يا فؤاد. The solution must be introduced slowly. لازم السوليوشن بتاعي يعني لا اعمله اندر بريشر ولا اضغطه جامد. لازم السوليوشن بتاعي يتحط جوه الكلال بالراحه وما ينضغطش. كمل يا حبيبي. The rigging needle should be bent to allow either delivery of the solution and to prevent deep penetration of the needle. حلو. يعني ايه؟ يعني انت لما بتمسك النيدل بتاعتك ما بتمسكهاش على طولها، لازم تعمل فيها بند، لان يعني بتخليها ال شيب، او بتخليها عارف البروب بتاع الاوبتيف، عندك في ناحيه سكل وفي ناحيه تانية فيها تيل انجلز، فبتخليها كده عندها تيل انجلز، بحيث يبقى في اكسسبيليتي اكتر جوه الكلال، ما بقاش واقف على طوله تعمل دي كده. كمل يا فؤاد. Care must be taken with reagents like sodium hypochlorite to prevent care must be taken. انا ما صوتك قطع في مسألتك. Care must be taken with reagents like sodium hypochlorite to prevent accident. لو انت من الاول تسلم يا فؤاد، لو انت من الاول ما زنقتش السد، ما زنقتش الميزه بتاعتك جوه الكلام، وما حطيتش الارجن بتاعك اندر بريشر وبسرعه، مش هيبقى فيه بريشر على الابيكس وما يحصلش ابيكس. الانترا كانال ميديكيشن، يعني ايه انترا كانال ميديكيشن يا اولاد؟ انا لو العيان هشتغل له اكثر من زياره وهروحه لاي سبب من الاسباب، ممكن يكون العيان عنده انفكشن، ممكن يكون العيان عنده انفلاميشن مش قادر اشتغل له، ممكن يكون جالي امرجنسي، ممكن يكون ما عنديش وقت، وانا ساعات بروحه عشان احط له انترا كانال ميديكيشن. بستخدم الانترا كانال ميديكيشن ليه يا ولاد؟ لو انا عندي فيه انفكشن وعايز اعمل له سبريشن انتي مايكروبيال اكتيفيتي. لو انا عندي العيان مش قادر، عندي مشكله مش قادر اشتغل ليها للعيان، فممكن امشيه واجيبه مره ثانيه واحط له انترا كانال. لو انا بعد ما اشتغلت العيان وانا ماشيه خايف انه يورم يحصل له انترا ابوينتمنت فلاير، تمام. فانكشن بتاعت الانترا كانال ميديكيشن. هاجر شعبان عبد الفتاح، اقري يا هاجر. الفانكشن انتي مايكروبيال اكتيفيتي، تمام. نيوتراليزيشن اوف كانال تو ريندر زين انرت، كنترول اور بريفنشن اوف بوست تريتمنت فلير ابس. اسلامي كملي كملي. اقري ليميتيشن صح. Limitations: intracanal environment biofilm duration toxicity distribution test and smell. يعني ايه يا اولاد biofilm؟ احنا عندنا البكتيريا بتعمل طبقه، بتعمل طبقه لزجه، طبقه ميوكس كده، عارف انت لو بتمشي على البحر مكان صخري، صخره كده جوه الميه، تبقى عارف ان انت لمستها تلاقيها بتزحلق. الزحلقه اللي عليها دي شبه البايوفيلم. لو مجاري، انا عارف التشبيه مش حلو، لو مره المجاري لوج الراجل بيسلكها ولا بتاع، بتلاقيه بيطلع حاجات خضراء، اي حاجه جوه بقى قماش، اي حاجه خضراء المجاري، بتلاقيه بيطلع عليها حاجات خضراء كده، حاجات ميوكس شويه. هو ده شبه البايوفيلم. البايوفيلم ده البكتيريا عندها القدرة إنها تعمل طبقة زلالية، طبقة رفيعة، حاجة زي الميكوزة، زي الميوكس كده، تحمي بيها نفسها وتمنع كمان الأرجنز تطلعها، تحمي بيها نفسها وتقدر تكلم بعض، يعني يبعثوا بعض مسجز، يعملوا كل يشيلوا في نفسهم غذاء
يمنعوا ان الاوتر انفايرمنت اللي تقدر تضرهم يمنعوها انها تاذيهم. فده من اسوأ الحاجات او من اكتر تشالنج كمان اللي بتقابلنا في علاج الجذور. يعني انت بص شغل علاج الجذور قد ايه متعب او قد ايه سنسل قد ايه لو خطوه واحده جلت فلتت منك الامبلمنت. عملت ميكانيكال كويس، عملت اوبتيشن كويس، كولر كويس، عامل فيجن كويس، عامل كل حاجه حلوه، بس ما عملتش، ما خدتش بالك من الباقي. ما اجل عيان كان محتاج يروح ويجي زياره ثانيه تحط له انت كمان الادكيشن وانت ما عملتش. انت كمان زي ما قلنا الانفرا كانال انفايرمنت زي البايوفيل دي من الليميتيشن بتاعه الانفرا كانال مانجمنت الديوريشن. يعني انت عندك في ميديكيشن يشتغل يوم، ميديكيشن يشتغل ساعتين، ميديكيشن يشتغل ثلاث ايام. والتوكسيستي ديستريبيوشن اللي انا حسب الديسكوستي بتاعت اقدر اوصله لحد فين جوه الكلام. وطبعا الانيشال طعم الميديكيشن ده مر طعمه شكله مش حلو، ممكن حتى كمان بعضهم يصبغ السنه. من الانترا كانال ميديكيشنز اللي بيستخدمها الكالسيوم هيدروكسيد. الكالسيوم هيدروكسيد انت شفته في اشكال كتيره جدا، عملت بيه لزقت فيه كراون ام بريدج لما استخدمت الكالسيوم هيدروكسيد از تمبري سينجل، ده بيبقى تيل فيز. شفت الكالسيوم هيدروكسيد فيز وشفته ليكويد، لا ما شفتوش ليكويد سوري، شفته باودر. احنا هنا بنتكلم على الباودر، انا هنا بتكلم على الكالسيوم هيدروكسيد، ما بتكلمش على الفيز اللي كنت بتستخدمه تعمل بيه بالب كابنج او تعمل بيه سيمنتيشن في الساوند تمبري سيمنتيشن. انا بتكلم على الباودر. الكالسيوم هيدروكسيد هو ليه انتي مايكروبيال افكت لان البي اتش بتاعته الكالاين. في اشكال كتيره ممكن اشوفه باودر، ممكن اشوفه بيست. انا كعنده اللي بيريحني اشتغل بيه الباودر، لان الباودر اقدر احط عليه فلويد سالاين ولا حاجه يحصل له ديسيميشن يجري كده ويشتغل. انما لو استخدمته بيست بيست اويلي فما يقدرش يشتغل، الافكت بتاعه ما يشتغلش جوه الكلام، ما يعملش انتي مايكروبيال افكت اللي انا عايزه. بس انا بخاف منه لو حصل له ايبيكال اكستروجن، لان لو حصل له ايبيكال اكستروجن ممكن يعمل مشكله في العظم. مين يقرا معايا؟ حسين، حسين محمد حسين، اقرا يا حسين. كالسيوم هيدروكسيد تمام. It inhibits microbial growth due to its alkaline pH. It dissolves necrotic tissue, remnants, and bacteria and their byproducts. It can be placed as dry powder, a powder mixed with liquid or paste, supplied in syringe. احنا في الهند ما بنحبش نستخدم البيست، ها؟ احنا بنحب الباودر. معايا؟ تمام. معاك. باودر وليكويد، يعني باودر وحط عليه سلاين ولا extrusion of material into periapical tissue can cause tissue necrosis and pain for the patient. تسلم يا حبيب قلبي، تسلم يا اخي المايك بتاعك. زي ما استخدمنا الكلوروهيكسيدين كارجنت ممكن نستخدمه كانتراكانال ميديكيشن، لان الكلوروهيكسيدين عنده حاجه اسمها سبستنتيفيتي يقدر يقعد وقت طويل، بس انا هستخدم كونسيستنسي مختلفه، استخدم 2% واستخدمه جل. ممكن استخدمه انت كلام ميديكيشن ده الافكت بتاعه ممكن يقعد اكتر من 20 يوم جوه البق العين. كورتيكوستيرويدز هنا بقى ايه؟ الكورتيكوستيرويدز هنا دايما بص يا ولاد، الكورتيكوستيرويدز كورتيزول الحاجات دي دايما فيها كونسيستنسي، بس في بعض الحالات ممكن يستخدم الكورتيكوستيرويدز كانت كلام ميديكيشن. ممكن تلاقي ايه بقى؟ قول لي ايه الحاجات اللي ممكن الاقيها كورتيكوستيرويدز؟ فيوزيكو ترامايسين بتاع العين، هتلاقي حاجات كتيره جدا فيها كورتيكوستيرويد اللي بستخدمها امتى كمان ميديكيشن. ممكن بستخدم امتى كورتيكوستيرويد؟ على العين فين؟ على العين عنده انفلاميشن، على العين جاي ساعات بيجي لك العين كامل هناخده في المجال ان شاء الله في الفالت الميديكال دي. يا عم يبقى جاي لك تعبان جدا مش قادر، حتى مش قادر تشتغل. طلع عندنا حاجه يا ولاد اسمها ليدنكس، دي ممكن استخدمها امتى كمان ميديكيشن. بتتكون من ايه؟ من تترا سايكلين انتيبايوتيك وكورتيكوستيرويد وجلوسولين. ده تقدر تستخدمها انترا كانال ميديكيشن، بس انا ما احبش الحاجات اللي فيها كورتيكوستيرويد تستخدم لفتره طويله. ما احبش الحاجات ولما تستخدم انترا كانال ميديكيشن ما تستخدموش لفتره طويله، ما استمرش في استخدامه. يعني لو العيان هشوفه اكتر من زياره
تحط انت كلام الفيشن غير طب استخدمت كذا بكره استخدم حاجه ثانيه الكورتيكوس فهم ما تحط وقت كتير يعني. دلوقتي انا عندي كل الاورجنز اللي فاتت دي عندها ثلاث مشاكل اساسيه توكسيسيتي كلهم هيعملوا توكسيسيتي لان هم كيميكال كلهم بادي ريزيستنت كلهم مايكروبيال يعني تيجي نفكر كده ظهر عندي ايرا جديد اسمها الهرب انا افكر استخدم السلايد دي يا اولاد انا واخدها زي ما هي من ورق الدكتور حضرت على الدكتور مدحت عبد الرحمن قطايا رحمه الله عليه وانتم بتذاكروها كده ادعوا له بالرحمه ونعتبرها علم ينتفع به من عضو اليوم القيامه احنا عندنا حوالي 15 وفي ضعف طلع يعني انا مثلا هنا مش مفيش الاويل اوليف على ما اظن هنا مثلا مفيش العسل الهوني دي حاجات كتيره مش موجوده هنا اظن دي ممكن تضيفها يعني ممكن انتوا تشتغلوا على الحاجات دي تعملوا عليها اكتر عندي بروبوليس بروبوليس ده اللي هو بيطلع من شمع العسل ليمون الوفيرا الوفيرا ده اللي بيجي من الصبار سينامون قرفة جارليك ثوم كوكونات كوكونات وين ولاد بالعربي جوز الهند نيم دي الشجرة مصري دي شجرة هندي بيقولوا عليها شجرة الحياة بيطلع منها حاجة و30 دواء الاسوس الكرايس تيتري اويل كاموميل اللي كنا بنستخدمه احنا صغيرين نبين الجين بيبي تحطه في الكريم وتحطه في الشراب تشربه للبيبي عشان تهديه جرين تي تريفاليا تريفاليا دي ثلاث ثمرات برضو من شجر هندي يتخلطوا على بعض موريندا سيتروفيليا وجينجر جينجر ده اللي هو الزنجبيل الجرزبيل كل دول انتي ميكروبيال ينقصهم دول كده 1 2 3 4 5 6 7 8 12 14 اسم رقم 15 في رقم 15 الاورنج اويل زيت البرتقال الاورنج اويل تقدر تستخدمه تطري بيه الجتبركة لو انت عايز تعمل ايه السينمون القرفة تقدر تستخدمها روت كلال سيلر لو عايز اشيل السميل لاير ممكن بدل ما استخدم انت ممكن استخدم ليمون او تيفاليا او موريندا سيتيليا او كاموميل في الكالتشر لو احنا كنا زمان بنقول ان احنا ممكن نحطها في السلاين سلايفا لا سلايفا تعمل انفكشن في السلاين بعد كده قلنا كوكونات بعد كده طلع عندك العرقسوس والليم والجرين تي والكحول ستورج ميديا برضه كوكونات والجرين تي والكحول والفالت كابل ممكن تستخدم الكحول فانت عندك الاعشاب بدات تخش في التريتمنت بس لازم المواد الكامله تبقى دراسه لازم كل حاجه تبقى ايفيدنس بيس يعني احنا دول اللي مكتوبين انا كاتبهم هنا الله يرحمه طلع عليه دكتور مدحت كاتبهم هنا دي عليها بيبر كل واحده من دي عليها بيبر لا تقل عن 7 ل 10 وبدا يطلع حاجات جديده يعني انا ممكن انا بطلبها من الامتياز في السيمينارات ابدا اكتب لي بقى بدا يطلع حاجات كتيره جديده كويسه تقدر تستخدمها في حاجات كتيره بقى ريجيشن ادويه سيلرز تشيل بيها تشيل بيها سيلير ولكن احنا مين اللي بنشتغل على الانتي ميكروبيال افكتس اكتر كايريدنت يعني كمواد الكلام ده مهم عايز تذاكروه كويس يجي وهتستخدمه في حياتك العمليه ويطلع منكم درس ان شاء الله تشتغل على الكلام ده تعمل رسائل بالسيلو بالسرعه حد فيكم عنده سؤال يا اولاد دكتور امرني يا حبيبي دكتور معلش هو ايه العلاقه ما بين البي اتش والاريجيشن يعني الاريجيشن سوليوشن طيب ده المفروض اخدناه انا احترمك جدا على السؤال ده بس قبل بس اتكلم في الكلام ده لان احنا كده هنحكي شويه ولاد الاسبوع اللي جاي عندك اخر اسبوع التسليم ريكوايرمنت ده اللي خلاص في ميكانيكال ميكانيكال بريبريشن
كل سنة هتتكتب في ورقة، تتكتب في اللوج بوك بتاعك ورقة لوحدها على جدول. لازم تبقى عارف يعني ايه ماستر ايبيكال كون، يعني ايه ايبيكال فايل، يعني ايه ماستر ايبيكال فايل فاينل كليرنج. الكلام ده هتكتبه وانا هبص عليه في الامتحان، هتتقيم عليه لان فكرة الامتحان بتاعتك تعملها اكسس ميكانيكال لحد الماستر كون، هتشتغلها في ايدك ما عنديش مشكلة. مش هتشتغلها في بلوك ولا هتشتغلها باكس ري، هتشتغلها بايدك عادي. هحاسبك على الاكسس، هحاسبك على الميكانيكال بريباريشن. لو زقيت الفايل او الكون وخرج من الايديت دي هعتبرها غلط، هتنقص عليها درجات. البرفوريشن كل الكلام ده محسوب. عايزك تبص في الكرايتيريا اوف ايفالويشن، انا معلقها لك على الوول في المعمل وهتلاقيها في اللوج بوك بتاعك. تبقى عارف انا هحاسبك على ايه قبل ما بحاسبك، تبقى انت عارف هتتحاسب على ايه. ده بالنسبه للامتحان. الميد تيرم في منكم ناس عجبني جدا اجاباتها ونسجوني في الحل، في ناس برضو ما كانوش عاملين كويس، لم يوفقوا. اللي لم يوفق في الميد تيرم ده مش نهايه الطريق، احنا لسه عندنا الفاينل وعندنا العملي وعندنا الفاينل العملي نقدر نعوض فيه، نقف على رجلينا. انا متضايق لان نسبه الحضور مش كويسه. المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها دي مواضيع مهمه، البيزكس ده البيزكس اللي هتبقى عليها بعد كده الراجل بتاع اند او الراجل بتاع الميكانيكال ريباريشن. مهم جدا يا ولاد، انا عارف ان دي لخبطه، احنا قلنا في السكشن ناحيه المحاضره ولو عايزين نقوله تاني ما عنديش مشكله نقوله تاني، ولكن من فضلكم ارجوكم احضروا وذاكروا واعملوا اللي عليكم واحنا معاكم، بس اعملوا اللي عليكم من فضلكم. بالنسبه لسؤالك نتكلم على البي اتش، انا دلوقتي النورمال بي اتش 7.4 7.4 ده دمنا من جوه جسمنا، ده النورمال بي اتش بتاعي. لو قل عن 7.4 يبقى ده اسيدك، لو عالي عن 7.4 يبقى ده الكلاين. المايكروبز معظم المايكروبز او معظم البكتيريا تشتغل في الاسيدك ميديا، ما تشتغلش في الالكلاين ميديا. فكل ما الميديا بتاعت البي اتش بتاعت الدواء اللي انا بستخدمه تعلى تبقى رايحه للالكلينيتي اعلى من 7.4، كل ما يبقى ليها بوتنسي الافكت بتاعها على الميكروب اعلى. كل ما تعلى يعني مثلا هتبقى شويه بكتيريسايدال بعد كده بكتيريسايدال بعد كده بكتيريسايدال، كل ما تعلى البي اتش كل ما الافكت بتاعها على البكتيريا تبقى اعلى، مره تبقى مثبطه ومره تبقى قاتله. وصلت؟ تمام يا دكتور. الكلام ده المفروض احنا عرفناه في المايكروبيولوجي مع دكتور شريف اظن، وهنقوله تاني ان شاء الله الترم الجاي لما ناخد الميكروبيولوجي في الانضباط الترم الجاي ان شاء الله. السؤال ده حلو، انا احترمك عليه لان ده سؤال واحد مركز. ليه انت عمال تقول لي البي اتش بتاعت الصوديوم هايبوكلورايد 11 واكتر من 11، وبعد كده ترجع تقول لي مش عارف الكالسيوم هيدروكسيد من 5 ل 7 5.5؟ انت ليه بتوجع دماغي بالكلام ده؟ لان على البي اتش على الالكاليتي والاسيديتي تبقى عارف التوتنس بتاعك الدواء بتاعك، تبقى عارف الدواء بتاعك ده قوي ولا مش قوي. كان لحد النهارده بنقول من اقوى الادويه اللي احنا بنستخدمها الصوديوم هايبوكلورايد اقوى الارجنت. تمام؟ تمام. حد عنده سؤال تاني يا ولاد؟ معلش. اقبلني. بالنسبه للست اسنان اللي المفروض اسلمهم الاسبوع الجاي، ينفع اعملهم في البيت عادي ولا لازم في لا اشتغلوا معانا في الكليه وانا فاتح السكاش ما دام كلهم في الاسبوع في اي ميعاد عادي ولا كملهم في سكشن واحد؟ يا ولد خلص اللي بقوله يا ولد، تعرف تشتغل قد ما تقدر، مش قادر انا فاتح لك السكشن ما دام العدد مش اكتر من المسموح، يعني ما يبقاش ناس زحمه متركز متكتل على بعض ما عنديش مشكله. خد بالك من حاجه، انا ليه ما بقولكش تشتغل في البيت؟ يعني عايز تشتغل معايا، لان انت الغلطه اللي هتغلطها في اول سنه هتغلطها في سادس سنه. لما تشتغل مع الدكتور لما تشتغل معايا اندر سوبرفيجن غلطت عملت سنه ورتين قلت لك لا في غلط الفلاني هتصلحها في السنه. وبعدين الحاجه الثانيه، انا عايز اقفل جزئيه ان حد يعمل لحد سنه. انا مش التارجت انك تعمل 50,000 سنه، التارجت ان انت تشتغل بايدك وتتعلم. اقفل حته ان حد ممكن يشتغل لواحد صاحبه ويجي يسلمهم، احد يشتري سلم معموله. انا عايزك تشتغل بايدك معايا في السكشن تتعلم اللي عندك في الجزئيه بتعلمك، وعشان في الجزئيه حتى ابقى قادر افهم تشتغل معايا فاهمني. لان هو اوريدي يا دكتور لازم نشتغل عشان الفاينل، يعني ده لي سعره يا حبيبي. لا مش عشان الفاينل، يعني انا واحد اشتغل معايا في السكشن حضر كل السكشن
واشتغل على قد ما اقدر. واحد تاني ما جاش وما حضرش وما اشتغلش ورمالي سنتين تاكل. واحد لا جه ولا اشتغل ولا حضر ولا عمل سنين وجه في الفن عمل سنة صفر. ده هيتساوي من جه حضر واشتغل طول السنين وجه في الفاينل اتسبك ولا قلق فالسنه قلت مني دي ولا فلان. لازم اكون بفرق. ده اللي احنا قلناه من الاول استاذ ولاد. لازم يكون عنده في فرق بيشتغل طول السنه بيعمل اللي عليه وما بين اللي بيشتغل. وصل؟ يعني انت لو جاي قاعد تشتغل طول السنه وبتعمل اللي عليك وجيت في الفاينل وده طبيعي بيحصل في الفاينل كتير ناس بتتبك فالسنه ما تطلعش منه حلو قوي. يعني يبقى مستواه في الترم العادي احسن بكتير من الفاينل. انا هبقى شايف مستواك. فبص على ورقك، فبص على حضورك، فبص على اللوج بوك بتاعك، فبص على شغلك الدوكيومنت اللي قدامي وعلى مستوى شغلك وبقارنه باللي طلع من الفاينل. فلو واحد مش موجود طول الترم وعامل لي في الفاينل كده حلوه لا يبقى ضاحك عليا. يبقى ده جاب قلم من صحابه ولا جاب حد من صحابه وعمل له سنه وعلمها وسلمه. طبعا ده مش هياخد بقى كويس. ده ما لقاش شغال طول الترم وتعبان وطلع عينه وجيت في السنه الفاينل قلت منه شويه لا ده انا هعمل كتير الموضوع ده. هقيمه على مستوى مجهود طول الترم. وصلت ولا لا؟ بنحاول نبقى عادلين شويه في تقييمه. سؤال ثاني يا ولاد. يعني يا دكتور مطلوب مننا الست اسنان والرسومات كلها السكتش كله مسلمه برضه صح الاسبوع ده؟ سكتش لحد الاوبتوريشن. سوري اسف اللي انا بقوله ده سامحني. السكتش لحد المورد بس السكتش لحد المورد. مطلوب مننا ان احنا نخلص ال 12 سنه. عملت سته قبل الميد تيرم اكسس وسته بعد الميد تيرم اكسس وميكانيكال بريباريشن. هتسلمهم السكشن اللي جاي كله ساين. السكشن اللي بعد الميد تيرم دول وخلصتهم تملاهم في الجدول بتاعك اللي في اللوك بوك ويجيبوا لك السنيور بتاعك. اللوك بوك ده هتمتحن فيه فاينل في الشيت بتاع الفاينل وهستلمه منك كله بعد الفاينل. يبقى انا عندي كده حاجتين ورا بعض. تدبس اللوك بوك في الكتاب الرسمي بتاعك. هستلمه منك الاثنين في الفاينل. كتاب الرسم في اللوك بوك بسنة الفاينل بالريكوايرمنت. بعد كده بحط حاجتك كلها اتفرج عليها مع بعض. اشوف تاريخها في طول الترم. فاهمني؟ تمام. بلغوا زمايلكم اللي ما بيحضروش من فضلكم. من فضلكم رجاء احضروا. الدفعه بتاعتكم 330 تقريبا. يحضر منها 20 واحد. حضر منها النهارده 20 والاسبوع اللي فات كان بيحضر 10 او 15. الحضور دي قليله جدا. يا اولاد انا بجيب اسئله كتير من اللي بقوله. اللي بيتكتب والسلايد والورق مش زي اللي بقوله في الحضور. من فضلكم ما تدوش ريكورد اللي بيسجل ما تدوش ريكورد للناس اللي بتحضر عشان اقدر افرق الامتحان ما بين الحضور واللي بتحضر. اكيد انت شفت الامتحان وشفت طريقه مذاكرته. الفاينل برضه دكتور نفس نظام الميد تيرم كده صور وكده. لسه هنشوف الفاينل يجي ازاي بس انا صح مش مبسوط منكم. يعني كنت في الاول بقول الدفعه دي كويسه انا اللي بدي مش مبسوط خالص. حضور ولا كميد تيرم؟ حضور وانت لا الميد تيرم منضبط. الميد تيرم ماشي زي الكيرف. ناس جايبه ايه؟ ناس جايبه 15 من 15 وناس جايبه صفر. صفر؟ مثلا اه في سته ولا خمسه كده جايبين صفر. وفي نسبة يعني انتم منضبطين الدرجات مفاهيم. حد عنده سؤال تاني يا ولاد؟ حبيبي يا دكتور انا ممكن اسال بس في المحاضرة اللي فاتت يعني ولا قول يا حبيبي دكتور هو كتره يعني في الفري استنى بس حسين في الفري تو جو اللي مش عايز حاجه مش مجبر انك تقعد اللي مش عايز اللي خلاص يروح اللي عايز يسال بس هو يقعد ما عندوش مشكله المحاضرة بتاعتك خلاص خلصت. قول يا حسين انا بختار الانيشال فايل مثلا يعني ازاي فايل. هو تعريف الانيشال فايل مين الانيشال فايل ده بجيبه في الامتحان. الانيشال فايل هو الفايل اللي هيوصل للفول وركينج ليست يبقى فيه سلايت ريتنش. يعني ايه؟ يعني انا جبت فايل 10 و15 و20 دخلت ال10 وصل للفول وركينج ليست دخلت ال20 وصل للفول وركينج ليست بس ال10 كان لوس وال20 كان ريتنش. طب عشان اتاكد ان ال20 هو الانيشال فايل بتاعي جبت ال 25 ودخلت لقيته داخل التنتف بيخش شحط بس مش وصل للفول ورك يبقى اللي قبله هو يبقى الانيشال هو ايه؟ هو اول فايل هيعمل بيت اول فايل هيعمل التنتف هو الفايل اللي هيوصل للفول ورك ليست ويحصل في التنتف.
جاوبت على سؤالك ولا عايز ولا حد ولا تحب اقول ايه؟ لا تمام كده دكتور. ما تتكسف لو مش فاهم اسال تاني. طيب كمل. لا تمام والله فاهم. طب لو انا اعرف امتى ان انا واقف بريبريشن مثلا بالفايل ده، اللي هو يعني لو في حته ان هو ما يطلعش معايا ديبري مثلا، ولا ما يبقاش في تاك باك سنسيشن لوز خالص يعني، مش فاهم السؤال. امتى انا خلصت بالفايل ده ميكانيكال بريبريشن صح؟ ده سوبر لود يخش في الكنال يبقى بيلب. انا الاول بدخله في الكنال محشور صح؟ ادخله بدخله بالراحه، خايف لو ضغطته ينكسر، فبعمل اريجيشن ودخل واحده واحده، ربع لفه ربع لفه واطلع لحد ما يجيني فلور كبير. مره على الثانيه على الثالثه هتلاقيه بقى لوس، يخش في الكلال ويخرج حاسه لوس، حاسه مش مزنوق، حاسه بيلب سوبر لوس. ساعتها اروح للفايل اللي بعده. جدع الاسئله دي كويس. ليه بقى؟ لان انت لو استعجلت على الفايل يعمل لي. فاهم ولا لا؟ لو استعجلت على الفايل يعمل منه مشاكل. لو ضغطت عليه جامد يعني؟ ايه؟ يعني لو ضغطت على الفايل اكتر مثلا، تضغط على الفايل الفايل ما يلفش اكتر من لفه جوه الكلام. يعني دخل الفايل ربع لفه حلو قوي، نص لفه، لو بتلفه في ريزيستنس ما تلفش، ارجع واعمل اريجيشن وخش فيه. ادي له وقت، لانك لو ضغطت على الفايل ولفيته جامد يا اما الفايل هينكسر او هيتهش جوه الكلام او هيخرج. انا مش عايز اعمل الثلاثه دي. تمام. بس انا دكتور كل ما بشتغل ما بيبقاش عندي في الاخر خالص كده، اللي هو التاك باك سنسيشن في الماستر كون بس. فدي تبقى مش طيب ليه ما بيبقاش عندك تاك باك سنسيشن في الماستر كون؟ لان انت لسه في عندك شويه ديب جوه الايدكس، لازم تعمل اريجيشن كويس وتجيب البيتنت فايل اللي هو الفايل العشرة بتاعك تدخله للفول ورك اللي بيرسه وتخرجه. ساعات بتخرجه نص من بره الفايل العشرة، لان انت لو عندك اي حته تريمننت ديبري هتسد لك الجزء اللي تحت. فاصل الماستر كون بتاعك مش وصل للفول. انما لو بتدخل الفايل تعمل انسرشن روتيشن ريتراكشن هيبقى فيه تاك باك. فاهم؟ للفول ورك تمام. يعني هو يعني اللي هو السبب اللي مش بيبقى بيخلي فيه تاك باك سنسيشن، حكتين. اللي هو بيبقى فيه فايل ديبري. حاجتين، يا اما في دنتين ديبري سد الايبكس تحت فانت الفايل الكون بتاعك ما بيمسكش في الايبكال كونستراكشن في الحته اللي انت عاملها ميكانيكال بريباريشن، او انت ما اشتغلتش ريمينج اكشن. ريمينج اكشن انا بعمل انسيشن روتيشن. وصلت؟ طيب انا بخليه سوبر لوس الفايلات بينها وبين بعضها، لما في الفاينل اللي هو الماستر ايبكال فايل ما بخلوش سوبر لوس انسيشن روتيشن ريتراكشن بره مرتين، حد داخل كويس وخلاص. لان سوبر لوس مش هيبقى فيه انسيشن. فاهم ولا لا؟ انا اللي قبله بخليه سوبر لوس عشان الفايل يخش مرتاح، لما الماستر ايبكال مش عايز يبقى سوبر لوس. وصلت؟ الماستر ما بقاش سوبر لوز ليه؟ معلش عايزه يبقى فيه سلايت ريتنشن، فادخله مره مرتين. يعني اول ما يوصل فول وركينج ليمت يخش مره مرتين، اوصل فول وركينج ليمت خلاص، مش يبقى في عندي ريتنشن. يبقى عندي ريتنشن ما بين الكل وما بين البنتين. وصل؟ يعني اهم حاجه انا اللي كنت بقصده ان بس الفايلات ما يعني الفايلات ما تبقى يعني تبقى سوبر لوز، حتى كده بقى انا وقفت بريبريشن، اوقف بريبريشن سوبر لوز ده ما بين الفايل والفايل. انما لما بوصل ماستر ايبيكال الماستر ايبيكال مش هيبقى سوبر. تمام. بحتاج في شويه اتنشن. تمام تمام فاهم. الحمد لله تمام شكرا. حد عنده سؤال ثاني؟ انت عندك سؤال ثاني عايز تساله؟ لا شكرا كده تمام دكتور. شكرا يا حبيبي. حد في ولاد عنده سؤال ثاني؟ اي سؤال، اي استفسار، اي ملاحظه؟ طيب شرفتوني. لو مش عايز حاجة أروح، لو عايز حاجة أنا منتظر أطلع. من فضلكم من حيلكم أنا اللي عايزكم تعمل وحش في الامتحان. رفضوني يا دكتور.